صباح الخير والجمال والأمل على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم. النهاردة الأربع 5 أكتوبر 2016، 9 صباحا بتوقيت القاهرة. إن شاء الله رب يكون يوم سعيد وجميل على كل اللي بيشوفونا النهاردة. الحقيقة بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة وبعد مجموعة من التقارير هنشوفها مع بعض، كنا قبل كده فتحنا ملف ليه علاقة بين الصراع ما بين سائقي التاكسي الأبيض وشركات التوصيل الخاصة اللي أبرزهم طبعا زي ما انتم عارفين أوبر وكريم. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في حلقة سابقة وأثارت الحقيقة جدل كبير جدا. كان في بعض المشاكل لأن الأزمة دي حصلت خلال الشهور اللي فاتت بين أصحاب التاكسي الأبيض وأصحاب التوصيل اللي هم أوبر وكريم، والحقيقة أصحاب التاكسي عملوا مظاهرات ووقفات، طلبوا بوقف عمل الشركات دي لأن هم على حد وصفهم وعلى حد ما قالوا بالظبط كده بيزحمهم في رزقهم. الكلام ده اتقال من سائقي التاكسي الأبيض، وكان في مشاكل مع أن في اتجاه جماهيري هذه الأيام كبير جدا ناحية أوبر وكريم لأسباب عديدة طبعا هنعرفها معاكم خلال الفقرة. من أيام تقريبا أعلنت شركة كريم عن إدخال سائقي التاكسي الأبيض ضمن منظومتها. الكلام ده معناه إيه؟ هل معناه أن ده تصالح مع سواقين التاكسي الأبيض مع منظومة التاكسي الأبيض بالكامل؟ هل الأزمة دي كانت بين الطرفين لسه موجودة ولا انتهت؟ هل هيحطوا بعض القيود على سائقين التاكسي الأبيض فهنلاقي بعد كده مشكلة تانية هتحصل؟ ده اللي عايزين طبعا نعرفه من خلال هذه الفقرة اللي هنتكلم فيها، هتكون فقرتنا الرئيسية في هذه الحلقة. احنا طبعا يهمنا رأيكم جدا، ياريت تكلمونا على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على شاشة وSMS على 9 11 70، أو تتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. حضراتكم تحبوا تركبوا التاكسي الأبيض ولا تاكسي أوبر ولا كريم، وليه؟ ومين اللي خدمته أفضل بالنسبة لكم وليه برضو خدمته أفضل؟ ونفسكم التاكسي الأبيض يبقى إيه ونفسكم أوبر وكريم يبقى إيه؟ يعني المنظومة عامة، لأن إحنا كلنا بنحتك بيها وكلنا بنحتاجها. طبعا إحنا هنناقش كل الموضوع بكل جوانبه مع حضراتكم مع ضيوفنا اللي هيكونوا معانا، الأستاذ حسام عبد اللطيف ممثل عن سائق التاكسي الأبيض، محمد مصطفى كريم وكيل شركة كريم، وعبد المجيد محمد وكيل شركة أوبر. تابعونا ومستنيين اتصالاتكم. مرة تانية بقول لكم صباح الخير وصباح الجمال. بعد الفاصل أخبارنا المحلية، خليكم معنا. تعالوا نبدأ أخبارنا المحلية هذا الصباح من جريدة الشروق. والسيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين عبد الناصر والسادات. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الثلاثاء أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، مع بدء طبعا احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى 43 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الفريق أول صدقي صبحي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة. عزفت الموسيقات العسكرية، عزفت السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والرئيس السيسي كان وضع فعلا إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر. وضع الرئيس السيسي أيضا إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام طبعا، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، وأيضا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ده كان خبرنا من جريدة الشروق طبعا حول احتفالات 6 أكتوبر اللي هتكون إن شاء الله غدا الخميس. نروح لموقع مصراوي. والسيسي يرأس اجتماع لمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماع امبارح الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الكلام ده كان بحضور الفريق أول صدقي الصبحي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس. استهل الرئيس الاجتماع بتوجيه التهنئة طبعا للقوات المسلحة بمناسبة عيدها وبمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر اللي أعادت لمصر كرامتها وأرضها. تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، حيث اطلع الرئيس على الحقيقة تقرير حول الإجراءات اللي بتقوم بها القوات المسلحة حاليا من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. كمان اطلع على التدابير اللي بتقوم بها القوات المسلحة حاليا على صعيد تأمين الحدود وإحكام السيطرة عليها من أجل منع تسلل الأفراد أو البضائع أو أي يعني حاجة خارجة على القانون عبرها. استعرض كمان المجلس عدد من الملفات الإقليمية الهامة وتطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا، يعني ما تمر به المنطقة العربية بشكل عام، وتأمين الحدود سواء داخليا أو خارجيا. طبعا ده بيتزامن مع انتصارات أكتوبر، وبيتزامن أيضا مع بعض الأحداث اللي قد ترتبط بشكل وثيق بموضوع استعادة الأرض والحفاظ على الأرض، ويعني الحفاظ على الأرض المتعلق دائما خصوصا عندنا كعرب الحفاظ على الكرامة، فدي كانت نقطة مهمة وتوقيتها هام جدا. طيب نروح لموقع أصوات مصرية، والنواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. قال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي أنه بيوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ. أشار كمان في الوقت نفسه إلى أن المشروع ده مش هيمنع الجريمة في الأساس، خصوصا وان في سوء اداره من الحكومه في التعامل مع مختلف الملفات، لا سيما طبعا التوزيع الاقتصادي السليم ورسم ملامح المستقبل للشباب. من جهته قال النائب عبد الحميد كمال انه بيعترض على المشروع من حيث المبدا، لانه طالب الحكومه بتطبيق اصلا واحترام الدستور، حيث ان الماده 12 من الدستور بتتحدث عن حق العمل، في حين ان الحكومه ما قدمتش فرص عمل حقيقيه وما عندهاش رؤية لتوظيف الشباب، رغم أغلبية سكان مصر من الشباب تقريبا 60%. طب إزاي الحكومة ما قدمتش لغاية دلوقتي عمل للشباب وبتطالبهم إن هم ما يهاجروش أو ما يسيبوش مصر؟ ده كان الـ يعني الجدل إلا مثار. وفي نفس الوقت إذا كان الدستور بيقول العمل حق وواجب، علشان الناس دي تعمل الواجب اللي عليها لازم يبقى عندهم عمل اللي هو الحق. فحاليا مثارة هذه القضية في مجلس النواب، وأكيد طبعا هنتابعها زي ما عودناكم. نروح لجريدة المصري اليوم، وأيضا في نفس السياق وخبر خاص بمجلس النواب. النواب بيوافق نهائيا على قانون الخدمة المدنية. وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على مشروع قانون الخدمة المدنية، والكلام ده بأغلبية 401 صوت. عبد العال قال عقب أو صرح عقب موافقة المجلس في الجلسة اللي حضر جزء كبير منها روجيه لوكوند أودانج رئيس البرلمان الأفريقي، أسفر أخذ الرأي على مشروع قانون تحقيق الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه، وهي أغلبية الثلثين. لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا، وأشكر الجميع. عندما يرتفع الحس الوطني داخل القاعة تتم الأمور. جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد النظر في عدد من طلبات إعادة المداولة المستوفاة للشروط اللائحية على المادتين 29 و67 الخاصتين بالترقيات والجزاءات التأديبية. تضمنت أيضا أبرز التعديلات اللي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون إضافة عبارة ومصابي الثورة في المادة رقم 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف المفروض تتحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية والأشخاص ذوي الإعاقة، يعني هيتم إضافة هذه العبارة للموضوع، وأيضا في متابعة لهذا الموضوع زي ما عودنا لحضراتكم. نروح بقى لجريدة الوطن، والوزراء يشكل لجنة لمراجعة بيانات المواطنين المستحقين لبطاقات التموين.
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بتولي أهمية قصوى لمحدودي الدخل. أكد كمان عزم الحكومة على التوسع في تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مد برامج الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال الاجتماع اللي عقده أمس الثلاثاء للجنة العدالة الاجتماعية لبحث إجراءات خطة التوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. وكنا اتكلمنا على موضوع التكافل وكرامة ده كذا مرة قبل كده. اتخذ الحقيقة رئيس الوزراء خلال الاجتماع ده اللي حضر وزراء التخطيط والتضامن والتموين ونائب وزير المالية اتخذوا إجراءات مهمة جدا لمساندة وحماية محدود الدخل، شمل التشكيل لجنة بتضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين ورئيس أيضا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتجتمع فورا لتحديد المعايير الحاكمه لمراجعه مستحقي بطاقات التموين، مين هم يعني هيستحقوا ان هم يطلع لهم بطاقات تموين في الفتره اللي جايه. ده الكلام ده اضافه الى البدء في تنفيذ برامج تشغيل واقراض لابناء اسر تكافل وكرامه علشان يشتغلوا. والكلام ده كان في اطار الاستعداد لاطلاق برنامج جديد اسمه فرصه. ده البرنامج ده بيساعد على التكامل الاقتصادي، وهيكون البرنامج ده إطلاقه إن شاء الله آخر السنة يعني تقريبا كمان شهر أو شهرين، علشان طبعا يساعد على إيجاد فرص عمل. لسه مش عارفين تفاصيله بالظبط، بس نوعدكم إن شاء الله إن إحنا زي ما اتكلمنا على تكافل وكرامة هنتكلم على برنامج فرصة قريبا جدا بإذن الله. نروح لموقع برلماني وخبر حول الصحة. وصحة تحتفل بيوم الكبد المصري في الأهرامات. أقامت وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقامت احتفالية يوم الكبد المصري بمنطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة. كان طبعا بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام ومشاركة عدد من منظمات الصحة العالمية. هنشوف دلوقتي تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا خليكم معي. احتفلت وزارة الصحة بانتهاء قوائم انتظار مرضى فيروسي المسجلين لدى الوزارة على مستوى جميع المحافظات. كانت الاحتفالية بصفح أهرامات الجيزة بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة. اعتمدنا على الله أولا، اعتمدنا على الدواء المحلي المصري، نزلنا سعر الدواء، عملنا منظومة صح، اشتغلنا، حققنا اللي احنا عايزينه. فندم، امتى المواطن يقدر ياخد الدواء بتاعه؟ المواطن بياخده من بقاله سنه، اللي عايز ياخد دواء بياخده، عشان كده خلصنا القائمه. المواطن بياخده بقاله سنه، عشان كده خلصنا قائمه الانتظار. اي مواطن عايز يجي ياخد الدواء اهلا وسهلا، احنا بندور عليهم دلوقتي، بندور عليهم. النهارده يوم فرح لمصر كلها، وهي قد نجحت فعليا بمحاصره فيروس سي، هذا المرض اللي كنا بنعتبر انه لا علاج له، اللي كنا بنعتبر انه هو وباء من الاوبئه اللي كان بيهت يفت في عضد المصريين بنسبه كبيره من 18 الى 20% من الشعب. فايز بينا الان وصلنا الى 4.4، وما زال الصراع مع هذا المرض اللعين حتى بعد ما تمت محاصرته وتتم القضاء عليه. نحن سعداء بوجودنا في جمهورية مصر العربية والمشاركة في هذه الاحتفالية بانتهاء قوائم الانتظار لعلاج مرض فيروس سي المسبب طبعا أمراض الكبد. هذا طبعا إنجاز عظيم جدا لدولة جمهورية مصر العربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. العلاج الحالي ولله الحمد طبعا هو شفاء من المرض وارد جدا جدا، والذي أيضا على المدى الطويل سيوفر الكثير ليس فقط على المريض وإنما على الدولة في تكاليف علاج مضاعفات مرض الهيباتيتس سي. طبعا هذه الاحتفالية ولنا الشرف أن نكون من ضمن المدعوين لنحتفل مع جمهورية مصر للقضاء على مرض الكبد الوبائي. نحن كمشاركون في الملتقى الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية نثني ونبارك لكل الجهود التي تبذلها جمهورية مصر للقضاء على الأمراض المعدية ومنها مرض الكبد الوبائي.
بعد أن كانت مصر تسجل معدل الأعلى انتشارا لالتهاب الكبد الوبائي، تم علاج 850 ألف مريض تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير العلاج اللازم للمرضى، واستكمالا لمشروع القضاء على فيروس سي الذي بدأ في عام 2014. هو التهاب الكبد الفيروسي سي، مصر الحمد لله ما بقتش تتصدر القائمة. آخر مسح صحي حصل في 2014-2015 وصلت نسبة الإصابة في مصر حوالي 4.4% من عدد السكان، وده الحمد لله قل كتير عن الفترة السابقة نتيجة برامج العلاج وبرامج الوقاية اللي المنشآت الصحية برعاية وزارة الصحة المصرية بتحاول تطبقها في جميع المنشآت الصحية لمنع نقل العدوى لباقي المرضى. بنشترك في مشروعات كتيرة جدا لمستحق الزكاة، من ضمن هذه المشروعات اللي احنا مشاركين فيها مشروع علاج المصابين بفيروس سي. احنا بنعمل تحليل الاولاني اللي بيقول فيه اجسام مضادة ولا لا، اللي عنده اجسام مضادة بنعمل له تحليل تاني اذا كان هو مصاب بفيروس سي ولا مش مصاب بفيروس سي. اذا مصاب بفيروس سي بنعالجه في احد المراكز بتاعة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، لكن على نفقة بيت الزكاة. من سفح الأهرامات تعلن وزارة الصحة عن بدء شرارة القضاء على فيروس سي، وذلك بمثابة وعدا لحياة جديدة بدون فيروس سي. مها صبري، صباح دريم. شكرا لزميلتي مها صبري طبعا اللي عملت لنا التقرير ده. والدواء المحلي لعلاج فيروس سي موجود بناء طبعا على تصريحات دكتور احمد عماد الدين وزير الصحه، في 850 الف مريض تم علاجهم في السنتين اللي فاتوا. طيب احنا كنا اطلقنا مبادره في برنامجنا صباح دريم من كذا شهر لتوفير علاج فيروس سي لمرضى الكبد الوبائي، وبقالنا كتير الحمد لله قدرنا ان احنا نساعد ناس كتير طبعا بالاضافه الى مبادره السيد الرئيس. كان الدواء فعلا متوفر. المهم بقى هنا بعد كل ده وبعد 850 الف الحمد لله اللي تم شفائهم، يا ريت زي ما عملنا كده يعني حدث كبير علشان نحتفل بيوم الكبد المصري، يا ريت نعمل حدث كبير عشان نوعي ضد هذه الامراض. لما يبقى اسمه الكبد الوبائي يعني هو وباء، يعني بينتشر، يعني بيأثر على الصحه، يعني بيأثر على الاقتصاد، يعني بيأثر على حاجات كتير جدا، بيأثر على سياحه واقتصاد وعمال وكل حاجه. فيا ريت زي ما عملنا ده نعمل ايضا حملات توعيه، مش حمله واحده، حملات توعيه نشترك فيها جميعا علشان نوعي الناس بـ يعني بـ بـ بهذا المرض، بخطورته، بطرق ان احنا ما ينتشرش مره تانية بعد طبعا ما قطعنا شوط كبير جدا في العلاج. بس عموما هي نسبه كبيره جدا، ان هي يعني نسبه الشفاء الحمد لله كبيره جدا. تعالوا بقى نروح لاخر خبر معانا في اخبارنا المحليه هذا الصباح من جريده الشروق. وزراعة لا تهاون مع المتعدين على الأراضي وإحالة المقصرين للتحقيق. كلف دكتور عصام فايد وزير الزراعة المهندس السيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي محمد المنسي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، كلفهم بسرعة الانتهاء من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة. قال عصام فايد في بيان لي امبارح أنه هيتم منح جهاز حماية الأراضي مهلة بحد أقصى يوم الخميس اللي جاي اللي هو بكرة يعني للإطلاع على الإجراءات اللي بتتم اتخاذها حيث حيال طبعا تلك التعديات اللي وقع على الأراضي الزراعية بالمحافظة، محافظة الدقهلية. وأكد أنه هيتم محاسبة المقصرين ومش هيتهاون معهم أبدا. أشار الوزير أيضا إلى ضرورة التنسيق بين الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات مع مديريات الأمن والأجهزة أجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، كمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية. تعالوا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معنا على الهاتف دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. ألو حضرتك وبحيي السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم.
طيب دكتور حامد، في البداية كده الإجراءات حاليا اللي بتتم للتعامل مع التعدي من طبعا خلالكم وتعاونكم مع الجهات الأخرى المختصة، إيه هي الإجراءات تحديدا كده نعرفها للسادة المشاهدين؟ تفضل يا فندم. طيب خليني أوضح لحضرتك نقطة مهمة جدا، إن موضوع التعدي على الأراضي الزراعية يعني ده يعتبر موضوع خطير جدا، وده بيمثل بالنسبة لمعالي الوزير الأستاذ دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمام، يمثل له يعني أولوية أولى في اهتمامات سيادته، لأن طبعا حضرتك عارفة إنه التعدي على الأراضي الزراعية ده بيعتبر تحدي ليس لوزارة الزراعة فقط ولكن لينا كلنا للحكومة بالكامل، لازم كلنا نواجه هذا الخطر الداهم اللي بيلتهم أراضينا الزراعية. وحضرتك عارفة إن الحكومة وسيادة الرئيس طبعا وإحنا داخلين على استصلاح 1.5 مليون فدان والتكلفة الباهظة لاستصلاح الأراضي الجديدة، ولكننا في نفس الوقت نلتهم أجود الأراضي الزراعية الموجودة في المحافظات المختلفة. بالضبط. الموضوع ده الحقيقة يعني موضوع خطير جدا، المفروض كلنا نتعاون للتصدي لهذا الخطر الداهم. طبعا يعني حضرتك في تعليمات من معالي الوزير للمهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة أن ترفع لسيادته تقارير يومية عن حجم التعدي في جميع المحافظات، وفي تعليمات مشددة بضرورة الإزالة في المهد. الإزالة في المهد الحقيقة وديت نقطة مهمة جدا، لأن حضرتك عنصر الوقت في التعدي منذ البداية يعني أيوة عنصر مهم جدا، لأن احنا لو تأخرنا في الإزالة نبص نلاقي المبنى أصبح دور واثنين، وللأسف الشديد وأنا بقول لحضرتك على هوا للأسف الشديد بنلاقي بعض هذه الأماكن بتدخلها المرافق يعني ده مظبوط يا فندم، ولو ما دخلتش المرافق بيروحوا يبلغوا. ما هي دي بقى النقطة، ان احنا دلوقتي بيبقوا البناء اللي حضرتك بتقوله ده بيتم في اوقات متأخرة مثلا من الليل، محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، العمارة بتطلع على ارض زراعية او اي مبنى او ايا كان، يعني المبنى ده عبارة عن ايه بالظبط، 5 ادوار 6 ادوار بيطلع، محدش بيقول لهم بيعملوا ايه، المرافق دخلت، طب يا جماعة اطلعوا برا، لا نطلع برا ازاي، احنا اشترينا، طب الحل ايه بقى؟ فهي دي قضية الحقيقة أستاذة مها، لازم كلنا نتعاون، كل الوزارات المعنية تتعاون للقضاء على هذا الخطر الداهم، لأن إحنا كزراعة بنقوم بدورنا الحقيقة، ومهندسين رغم إن هم بيتعرضوا الحقيقة لمشاكل وبيتعرضوا لأخطار نتيجة التصدي لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية، وحضرتك عارفة من المشاكل طبعا اللي بيواجهوها مع المتعدين، ولكننا صامدين، لكن احنا محتاجين بعد اذنك ومن خلال برنامجك المحترم وعلى الهواء تعاون جميع الاجهزه في التصدي لهذه المشكله. تمام. طيب حضرتك برضو قول لي الاجهزه المختصه دلوقتي على الهواء مباشره علشان نطلق هذه المبادره ونحاول ان احنا يعني نتفادى الموضوع، مين الاجهزه الثانيه المختصه اللي ممكن تتعاون معاكم عشان نمنع الموضوع ده من الاساس من المهد زي ما حضرتك بتقول؟ يعني اسمحي لي يعني رقم واحد أجهزة وزارة المياه المحلية، لأن مش معقولة يبقى في مبنى مخالف وتدخله المرافق تدخله المياه والكهرباء. رقم اثنين احنا محتاجين أيضا مساعدة يعني الأمن في هذا الموضوع، لأنه حضرتك عارفة أنا مزيل مبنى مكون من 3-4 طوابق، موضوع مش سهل يعني مش سهل، ممكن يحصل اشتباكات كمان، محتاج حملة أمنية مكبرة. تمام. ولكن في اصرار من معالي الوزير بضروره الازاله مهما كان الموقف، لازم يتم الازاله على الاراضي الزراعيه حتى يرتدع المخالفين، لان المساله بالنسبه لنا يا فندم بتعتبر احنا بنتكلم على الامن الزراعي، ولما بنتكلم على الامن الغذائي يبقى بنتكلم على الامن القومي المصري، بتكلم على اقتصاد بقى وبتكلم على اسعار، واحنا عمالين نقول الاسعار غاليه والاسعار مش عارف ايه، طب ما احنا اللي اسمحيلي يعني الوزاره يعني بتعلن عن رقم يعني الاتصال بيه في حاله وجود اي تعدي، سرعه الابلاغ علشان نقدر نزيل في المهد، ويا ريت حضرتك يعني انا هقول الرقم وينزل على الشاشه، اتفضل يا ريت يا فندم، 02-374 ايوه 99-385 385 ده للابلاغ عن اي مخالفات، للابلاغ بسرعه، واحنا محتاجين على فكره تعاون من الساعه كام للساعه كام يا دكتور؟ لا يعني على طول في اي وقت في اي وقت. طيب معلش يا دكتور انا هقول الرقم تاني بعد اذنك عشان بس الناس تلحق تكتبه، 02 ايوه 37 ايوه 499 تمام 385
3-8-5 هينزل على الشاشة حالا قدام حضراتكم. ده طول النهار يا فندم، معلش يعني خط ساخن يا فندم لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقي البلاغات كل المحافظات، مش كده؟ كل المحافظات يا فندم. كل المحافظات، علشان احنا محتاجين حقيقة تعاون كل الناس، تعاون كل الأجهزة. بالظبط، حضرتك قلت لي التنمية المحلية والداخلية، في تعاون كمان مهم جدا من المواطن ان هو لو شاف أي تعدي يبلغ. تمام يا فندم، تمام. ده خطر بيواجهنا كلنا على فكره، مش بيواجه وزاره الزراعه فقط، بيواجه صحيح كلنا. صحيح. طيب دلوقتي يا فندم اخر احصائيات كده بمنتهى الصراحه وصلت لحضراتكم للتعدي على الاراضي الزراعيه، تقريبا قلت ولا زادت ولا لسه زي ما هي؟ لا لا لا، انا باكد لحضرتك ان هي قلت طبعا نتيجه المجهود الكبير اللي احنا بنعمله. قد ايه تقريبا يا دكتور؟ يعني طيب انا يعني انا ممكن قلت بنسبة كبيرة جدا على فكرة، يعني يعني مش عاوز اقول لحضرتك، كانت التعديات قبل كده بتعتبر مخيفة، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في نسبة ضئيلة جدا، حالات تعدي قليلة بتتم يوميا، ولكن بيتم التصدي ليها بسرعة، لان الإزالة في المهد الحياة تهمني. صحيح. طيب النقطة برضو المهمة دعم المزارعين، حضراتكم في خطة قصيرة المدى لدعم المزارعين قبل الخطة طويلة المدى؟ يعني علشان احنا بقى عندنا مشكلة تانية، حكاية هروب المزارعين من الأراضي، أو ان هو بيزرعوا الأرض وما عرفوش يسوقوا، أو عندهم مش عارف مشاكل بقى كتيرة جدا يا فندم خاصة بالمزارعين، خططكم ايه لدعم المزارعين الفترة اللي جاية؟ والله احنا يا فندم في وزارة الزراعة احنا كل دورنا دعم المزارع، سواء يعني دعم من ناحية الأسمدة، من ناحية التقاوي، دعم إرشادي، دعم بحثي، ندورنا ده في وزارة الزراعة. على فكرة أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، ليس بالضرورة أنه يكون الدعم دعم نقدي، لكن إحنا عندنا وسائل كتيرة للدعم، لأن أما أروح أعمل ندوة للفلاح، أما أروح أكون موجود في غيطه أقدم له إرشادات، إرشاد زراعي، كل ده بيعتبر دعم، غير الدعم اللي بيتم للفلاح يعني بخصوص الأسمدة، بخصوص التقاوي، بخصوص العمليات الزراعية اللي بتتم فرضه. لكن إحنا مستمرين في دعم الفلاح. اما من ناحيه حضرتك تسويق المحاصيل الزراعيه، حضرتك عارفه ليست وزاره الزراعه وحدها معنيه بهذا الامر، ولكن جهات اخرى المفروض ان هي معنيه بهذا الموضوع، زي طبعا حضرتك عارفه وزاره التموين، وزاره التجاره، لازم كلنا نتكاتف لحل مشاكل تسويق الحاصلات الزراعيه. تمام يا فندم. عموما احنا اكيد هنتابع مع حضرتك اخر المستجدات في القضيتين المهمين دول، قضيه تعدي على الاراضي الزراعيه وكمان قضيه دعم المزارعين. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. طب احنا هنا نقول تاني علشان اللي ما خدش باله، احنا محتاجين نطلق مبادره، واحنا مش عايزين نقول عليها مبادره على قد ما هي يعني طلب من السادة المسؤولين، التنمية المحلية، وزارة الداخلية، السادة المواطنين، لو سمحتم في يعني نتعاون عشان يعني نحارب التعدي على الأراضي الزراعية اللي بيضر بينا كلنا، في الآخر الضرر هيجي عندنا وهيوصل لحد عندك في عقر دارك كده زي ما بيقولوا. الحاجة التانية وزارة التموين ووزارة التجارة، وزارة التموين يعني تحديدا كمان مهمة جدا إن هي تتعاون لدعم المزارع المصري، وده موضوع كبير ممكن نبقى نتكلم فيه في حلقات مقبلة. عايزة أقول لكم كمان الرقم للسادة بقى المواطنين اللي شايفيننا، علشان لو حد عايز يبلغ على اي تعدي، الرقم 023-7499-385 وهو قدام حضراتكم على الشاشة. مشاهدينا من جريدة الشروق انتهت اخبارنا المحلية، الاخبار العالمية بعد الفاصل، خليكم معنا. نبدأ أخبارنا المحلية العالمية عفوا من جريدة واشنطن بوست، والرئيس الفلبيني أوباما اذهب إلى الجحيم. توجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بكلام امبارح الثلاث للرئيس الامريكي باراك اوباما، وقال له اذهب الى الجحيم، وهدد ان هو ينهي تحالف بلاده مع الولايات المتحده واقامه تحالف مع روسيا او الصين. دوتيرتي قال فقدت احترامي لامريكا، قال كده حرفيا، واعرب عن استيائه الشديد في خطابين من الدعوات اللي وجهتها امريكا والامم المتحده والاتحاد الاوروبي لاحترام حقوق الانسان في بلاده، وقال له اذهب الى الجحيم يا سيد اوباما.
وصف الرئيس الفلبيني الأمريكيين أن هم منافقين وهدد بإلغاء الحلف الثنائي مع الولايات المتحدة اللي بيتضمن ميثاق دفاع مشترك، وأضاف أنا قادر خلال ولايتي أن أقطع العلاقات مع أمريكا، وهيتجه نحو روسيا والصين. طبعا هو ما بيقولش التصريح ده كده يعني تصريح عشوائي، واضح أن جدا في واضح جدا ان في قوه عظمى جديده بتزحف على الخريطه السياسيه. هي ما تعتبرش جديده لان هي كانت موجوده قبل كده ونزلت شويه وممكن تطلع تاني، وهي روسيا. عموما يعني الايام اللي جايه هتثبت لنا هل روسيا فعلا قادره ان هي ترجع مره اخرى قوه عظمى، خصوصا في يعني تحالفها مع الصين وتعاونها الشديد مع مصر او منطقه الشرق الاوسط ممثله في مصر، ولا لا؟ ده اللي هنعرفه ونتابعه معاكم طبعا الايام القادمه، بس واضح ان التحدي دي إيجابي جدا. طيب نروح لآخر خبر بقى معنا في أخبارنا العالمية من دويتش فيلي، والعفو الدولية تتهم الدول الغنية بالتهرب من مسؤوليتها تجاه اللاجئين. اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء دول العالم الأكثر ثراء بالتهرب من مسؤوليتها تجاه اللاجئين. أشارت إن هم بيستضيفوا أقل عدد من اللاجئين، وأوضح التقرير اللي صادر من المنظمة إن 10 دول بس هي اللي بتساهم ب 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، هي اللي بتتحمل نص اللاجئين في العالم كله، ويعني 10 دول بتتحمل نص اللاجئين اللي في الكرة الأرضية، واللي بيصل عددهم إلى 21 مليون شخص لغاية دلوقتي حسب الإحصائيات. دعا مدير عام المنظمة صليل شتي الدول الأكثر ثراء في العالم ان هم يستضيفوا المزيد والمزيد من اللاجئين، وقال ان يعني المملكة المتحدة وصفها ان هي مثال سيء جدا للفشل في تحمل مسؤولية اللاجئين. قبلت الحكومة البريطانية نحو 8000 لاجئ سوري لغاية دلوقتي من سنة 2011 لحد دلوقتي، ده طبقا للأمم المتحدة، بينما استضافت الولايات المتحدة 12000 شخص فقط. وده طبعا يعني هو ليه علاقة بأن هم عندهم قضايا أمن قومي معينة بتمنع من دخول بعض اللاجئين اللي هم توجهات معينة أو أيا كان، بس هو عامة مصانع إرهاب بتحصل دلوقتي بخصوص اللاجئين. نرجو أن المشكلة دي تتحل. طيب ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا المحلية في فقرتنا الإخبارية. امبارح الثلاث أقام مصنع قادر التابع للهيئة العربية لتصنيع عمل احتفالية كبيرة جدا سلم فيها عدد من المعدات للقرى الأكثر فقرا واحتياجا في محافظات الغربية والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. هنشوف طبعا الموضوع ده ونرجع لكم حالا مشاهدينا في التقرير اللي جاي، خليكم معانا. بحضور عدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب، احتفلت الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة بتسليم عدد من المعدات للكرة الأكثر احتياجاً، وذلك بمقر مصنع قادر بمدينة النصر. احنا بنستهدف بكده ان احنا نوفر خدمات بيئية لسكان القرى الأكثر احتياجاً بأسعار متدنية طبعاً. بنحاول ان احنا يكون ادارة هذه المعدات من خلال جمعيات اهلية علشان نوفر فرص عمل، وفي نفس الوقت نتفادى النقص الكبير في الاعمال الفنية اللي موجودة في المحافظات واجهزة حكومية كتير. وزارة البيئة منسقة مع جميع السادة المحافظين كلهم فيما يخصه بالنسبة لمنظومة النظافة بصفة عامة، اللي بتتضمن المرحلة الاولى منها الجمع السكني والتجاري رفع التراكمات القمامة من الشوارع بنطاق المحافظة عندنا، والمحور الثاني الأهم اللي بنخلصه على وشك الانتهاء منه دلوقتي ان احنا نشغل مصانع التدوير القمامة عندنا في الجيزة. عندنا مصنعين متوقفين منذ سنوات عديدة، حاليا اللجنة المشكلة انها بتفحص وبتعد كراس الشروط طبقا للمواصفات لطرح المصنعين على الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في هذا المجال، وده الأهم. يعني احنا كل عدين حاطين خطة في المحافظة بالاشتراك مع وزارة البيئة ازاي نحول نقضي على مشكلة القمامة، ونحول القمامة من مشكلة الى ميزة لانها هتستخدم في خصوصا بعد تشغيل مصانع التدوير اللي هي بتطلع مواد يعاد استخدامها مرة أخرى، وده بيضيف للاقتصاد القومي وبينهي على مشكلة هي بتؤرق المواطنين بشكل عام. مشكلة على مستوى الجمهورية بالكامل، لكن احنا عندنا في مشكلة في القمامة
وان شاء الله دي يعني عربيات زي ما قال السيد الوزير يعني اول دفعه توصل لمحافظه سوهاج، وفي عربيه كمان تاني لمعالجه الصرف الصحي، ودي برضو عربيه اول مره تدخل مصر، وهي تجربه ان شاء الله تنجح. يعني خطوة صناعية وتعاونية بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة من أجل مكافحة التلوث والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة. آية إيهاب، صباح دريم. بشكر زميلتي آية إيهاب طبعا على هذا التقرير. ومشكلة القمامة يعني مبادرات طبعا كويسة جدا ومحترمة جدا، بس مش هتتحل بالعربيات بس، هتتحل بحاجتين كمان مهمين جدا عشان المنظومة تبقى متكاملة. يعني لازم الناس تحافظ على الحاجات دي، ما نقعدش بقى نسيب الدنيا كده والعربيات دي والصناديق زي ما سمعنا، عشان احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان في ناس كتيرة كانت بتيجي تاخد الصناديق بتاعة الزبالة وما ترجعهاش تاني وحاجات كده. ده دور المواطن. الدور الثاني بقى دورنا يعني دور الدولة في مصانع إعادة التدوير، إن هي تبقى يعني متوفرة أو عندنا بقى ثقافة إعادة التدوير أو الريسايكل. بس عموما هي مبادرة محترمة جدا، لازم نشكر كل المسؤولين عليها. دلوقتي هنروح بقى لشمال سيناء، هنشوف في تقريرنا اللي جاي سير العملية التعليمية مع طبعا بدء العام الدراسي في شمال سيناء، والاستعدادات اللي قامت بيها المحافظة لنجاح سير العملية التعليمية في مدارس شمال سيناء. خليكم معانا. رغم كل الظروف في شمال سيناء، لكن العملية التعليمية تسير في مسارها الصحيح على الاستعدادات واستقبال العام الدراسي. هنلتقي مع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء. أشرف بأن أرحب بالدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء. إن شاء الله بداية عام دراسي موفق. طبعا سعيد كل السعادة بهذا الالتزام وهذا الانضباط. يمكن أكبر حاجة بتقول إن احنا ماشيين على الطريق الصح. هذا العدد المتواجد يعني نسبة حضور تقترب من على ما أتوقع من 100%. نسبة حضور طلبة ونسبة حضور السادة المعلمين والمعلمات. بشكر زملائي المعلمين والمعلمات على الالتزام والانضباط أثناء طابور الصباح. احنا دلوقتي بنستلم الكتب من غير مصروفات، وهذا لتقدير وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء وجهدها الشامل. عندنا في كل المدرسين ما شاء الله عليهم بيشتغلوا بجد واجتهاد، بنخافش من وضع لان احنا واثقين من نفسينا وعارفين باذن الله بان البلد دي هتتحل وكل المشاكل دي هتتحل، ودي ازمه وهتعدي ولازم نقف جنب البلد فيها. مدرسه مش بس علشان اجي اقعد في الفصل اتلقى من المعلم واحضر دروس وكده، هو ده اكيد الهدف الاساسي من المدرسه، بس في انشطه كتير قوي جوه المدرسه بيبقى ليها اهتمام وبيبقى ليها صرف من جانب الدوله لازم نهتم بيها. وطبعا بتهيالي انا اللي ملاحظاه ان في المرحله الثانويه بيبقى الاهتمام اكتر بالانشطه وبتشجيع الطالبات، لان احنا المفروض دلوقتي داخلين على الكليه، فلما نبقى داخلين على الكليه لازم بنعد في المدرسه من الناحيه العلميه ومن الناحيه كمان اللي هي التفاعليه. علشان كده انا بحب انوه ان احنا الانشطه اللي في المدرسه شيء مهم جدا ولازم كل الطلبه تشترك فيها. الظروف الامنيه اللي بتعيشها شمال سيناء ومدينه العريش تحديدا، لا احنا بنحاول قهر هذه الظروف والتغلب عليها. احنا عادي موجودين في مدارسنا، سهران في المدرسه يوم السبت برضو عشان التشطيبات الاخيره في عمليه النظافه وفرش الديسكات والفصول والكلام ده كله، انما يعني في بعض الطالبات بيوصلوا متاخر بسبب الاكمنه طبعا اللي كل كام متر في كمين، انما الحمد لله في النهايه بنصل الى نتائج مرضيه. عام جديد وان شاء الله على ابنائنا سعيد وامل مشرق لغد افضل، وكل عام وانتم بخير. شيرين طبراني، صباح دريم، شمال سيناء.
شكرا زميلة شيرين طبراني على هذا التقرير من شمال سيناء. بالتوفيق إن شاء الله لكل الطالبات المجتهدات جدا اللي احنا شفناهم فعلا في هذا التقرير، وتحياتنا ليهم ولسيناء الحبيبة اللي بنحتفل بها على وجه الخصوص هذه الأيام. طيب دلوقتي هنشوف تقرير قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية ونتكلم على أوبر وكريم وانضمام التاكسي الأبيض ليهم. هنعيش دلوقتي مع حياة صانعي الفخار في مدينة الفخارين في بطن البقر الفسطاط في مصر القديمة. صناعة الفخار طبعا مصر مشهورة بيها، أو كانت مشهورة بيها، اندثرت كده معرفش ليه لحد دلوقتي. المستوى اللي وصل لصناعة الفخار إيه ده اللي احنا هنعرفه. الحقيقة فعلا زي ما بقوله كده الصناعة دي بتعتبر من الصناعات المصرية الأصيلة، بس واضح انها عندها مشاكل كتير جدا. صناع الفخار عندهم مشاكل، عندهم مطالب، عندهم يعني متطلبات بسيطة جدا لو قدرنا نحققها لهم ممكن نعمل منهم دخل كبير جدا وواجهة مصرية أصيلة جميلة جدا. نشوف التقرير ونرجع لكم مشاهدينا، خليكم معانا. قبل كلامي سلامي لكل العمال العاملين المخلصين للبلد يلي وضعتوا الأمانة عند راعيها. سلم أمورك وخلي الرب راعيها، يا رب خلي العمال أصل العاملين مفهوم، النعمة بيدهم علي يكون راعيها على الأصل دوت. طرق تتزين بالأعمال الفخارية المبهرة وكأنك داخل معرض فني مفتوح، وعمال مهرة في النحت وصناعة الأواني الفخارية هنا في منطقة الفخارين ببطن البقرة بمدينة الفسطاط بمصر القديمة. هذه المنطقة التي تعد من أقدم المدن لصناعة الفخار في قلب محافظة القاهرة. تعد صناعة الفخار من المهن القديمة التي اشتهر بها المصريون في كل العصور نظرا لاحترافيتهم فيها ولتوافر المواد الخام في هذه الصناعة التي يحصلون عليها من الصلصال الأسواني، والذي يعد من أجود المواد الخام لهذه الصناعة. الأول كانت المهنة ده عاملة زي الكلية الحربية أو جامعة الطب أو كلية الطب، واللي كل سنة لازم نتخرج يبقى مثلا معانا 3-4 عيال زي دول، أهليهم مثلا مش في مدارس أو أهليهم مش قادرين يصرفوا عليهم بالنسبة للمدارس أو العيال مش نافع، فبيجيبوا هنا بيتعلم. بعدها بسنة تبص تلاقي العيل من دول شغال هنا على الحجر ده مكانه. زمان كنا بنبقى 5-6 صبية في الأرض على الدولاب، على الأرض يعني، في مننا 2-3 بيحبوا يهوا ويشتغلوا على دولاب الخزف اللي هو ده، فأنا حبيت كده ونزلت وحاولت ألعب وحاجات زي كده بتعب لعب يعني، لغاية ما إيدك بتيجي وبيعجبه شكل معين أنا بشتغل وبيقول لي كمل في ده اعمل في ده، حتى لو أنا مش عارف أشطبه بيجي الصناعي اللي أكبر مني بيبتدي يشطبه لغاية ما أنا بعد كده بقى إيه بتمكن منه ويقول لي إيه امشي أنت في الخط ده. أنا أول ما جيت اشتغلت مش عارف بقت إيه يعني، مرة عن مرة أشيل قرصة صغيرة على قد شلسة بقى، بعدين إيه قدرت أشيل قرصة أكبر لغاية ما إيه بقت أشيل أكبر، لغاية دلوقتي أنا بشيل أكبر قرص وبعرف ألف. أنا كنتش بعرف ألف فين، بقيت أعرف ألف وبقيت أوزن كده وأقعد على الحجر عادي يعني بشتغل. كلية الفنون الجميلة دي بيجوا يخلونا هنا نعمل لهم حاجات ويقعدوا طب نرسم دي إزاي طب نعمل دي إزاي، وجولنا هنا نعلمهم بالدكاترة بتاعتهم. انا كان عندي المصنع الاولاني كان تقريبا كل شهر يا سيد، كان كل شهر يجي لنا دكتور بالتلامذه بتاعته ويقعد معانا ساعتين ثلاثه العمل ياخدوه. عمر ما الكليه تعمل زي الشغلانه بتاعتنا ابدا، لو حتى قعد فيها 50 سنه هي الوراء هي الاستمراريه والتعود في الشغلانه. بس الكليه تروح قد ايه؟ هتروح كل شهرين 5 مرات 10 مرات؟ اما دي كل يوم بتشتغلها، كل يوم بتعمل جديد، كل يوم بتالف فيها جديد. الحاجه اللي دي ممكن تعملها مثلا 50 رسمه فيها 50 شكل فيها، مش مرتبط بحاجه. اما الكليه مرتبطه بحاجات محدده. ده اسمه دولاب الخزف، بيصنع الفخار بجميع اشكاله من اول الاشكال البلدي اللي احنا بنشتغلها دي اللي هي دي معظم حاجات دي شغل الحمام،
يعني دي أكلة للحمام، في طبق بيبيض فيه، في مسقة بيشرب فيها، في ده كل الشغل البلدي. وبيعمل برضو الحاجات المخصصة للشغل الكرة السياحية والحاجات الديكورات في الفلل والشقق، زي مثلا الفوانيس بالإضاءات، أباليك الإضاءات، كشبوهات الزرع، كل اللي يعني اللي بتحتاجه الكرة السياحية احنا بنشتغله هنا. هي بتنكرد فعلا المهنة، بتنكرد؟ اه والله بتنكرد المهنة بتنكرد، لان مفيش حد بيتعلم. يعني مثلا كنا زي ما قلت حضرتك كنا اطفال، في مننا بيتعلم وفي مننا ما بيتعلمش، انما الوقت محدش غاوي يتعلم، ودي مشكله، كله بيختار السهل. في حاجه اسمها، في شغل عندنا اضاءات اسمه اسطمبات، ده بيجي بيتحط اسطمبه كده ويعمل عليها حته الطينه بتطلع الشكل مربع مدور، فده بيبقى سهل بالنسبه له واكسب له من دي فيها درجه صعوبه، لان زي ما انت شايف حضرتك تحط الطينه صماء اهي، انا ببتدي اشكلها زي ما انا عاوز، انا ممكن اشكل دي فازه، ممكن اشكلها زير، ممكن اشكلها قله، ممكن اشكلها زي ما انا عاوز، واخد بال حضرتك انت؟ ده تحكم ربنا سبحانه وتعالى مديهولي اللي انا اعمل فيها اللي انا عاوزه، انما الاسطمبه بتطلع شكل واحد بس. على الرغم أنها مهددة بالانقراض، تبقى صناعة الفخار أهم الصناعات العظيمة التي امتهنها المصريون منذ فرعنا حتى الآن، والتي تحتاج المساهمة في تطويرها كمهنة احترافية عريقة. محمد سعد، قناة دريم. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومعاد فقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة. زي ما قلنا في البداية هنتكلم، ويمكن نوهنا على صفحتنا لفيسبوك من امبارح، عن الصراع اللي موجود ما بين شركات التوصيل اللي طبعا أشهرها أوبر وكريم، والتاكسي الأبيض، وانضمام مؤخرا التاكسي الأبيض لمنظومة هذه الشركات الخاصة. الموضوع ده هيبقى صح ولا غلط، وتأثير وإيه؟ طبعا احنا مستنين تليفونات حضراتكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة، أو على SMS 9-1170، كمان على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش، تقدروا تتابعونا وتقولوا لنا رأيكم في أي وقت. وخلونا نبدأ بالترحيب بضيوفنا وندخل في موضوعنا على طول. بنرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، أستاذ عبد المجيد محمد وكيل شركة أوبر، أهلا وسهلا. برحب بالأستاذ حسام عبد اللطيف ممثل عن سائقي تاكسي الأبيض، وبرحب بالأستاذ محمد مصطفى وكيل لشركة كريم، أهلا بك. طيب خلونا كده في البداية نسأل أستاذ حسام أو أستاذ عبد المجيد عن الموضوع ده، أنتوا كان عندكم مشاكل وصلتوا حلها لإيه؟ إحنا آخر حاجة كنا شغالين مع وزارة التضامن الاجتماعي على حل مشكلة تقنين وضع أوبر وكريم، تمام، ووصلنا الشوط كويس جدا مع الحكومة، وفجأة طبعا كان في تغييرات وزارية حصلت الفترة الأخيرة، فبالتالي وقف الموضوع بتاع التقنين شوية، إنما آخر حاجة شغالة موجودة دلوقتي إن احنا هيتعرض لنا ملف في مجلس الشعب، هيبدأ بقى على ضوءه يبدأ يشوف هيتحاسب إزاي مع أوبر وكريم، لأن الوضع دلوقتي بقى وضع موجود في البلد، يعني أمر واقع. فأنت عشان تقننه هتشوف الوضع اللي يمشي معاه، اللي يخليه ولا أنا تجنى على التاكسي، التاكسي يفضل شغال، لأن كل دول العالم شغالة بنفس المنطق ده، إن التاكسي موجود وأوبر موجود وكريم موجود أو واتيفر الشركات التانية، وفي نفس الوقت الشركات ديت بتبقى شغالة مع التاكسي، بتبقى عامل يعني مساعدة لي، مش شرط هو اللي ياخد الخدمة لوحده، وفي نفس الوقت الناس هي اللي بتبدأ تقرر تشوف هي عايزة تركب من خلال أبليكيشن ولا تركب تاكسي عادي. طيب حسام، الموضوع ليه علاقة بإيه بالضبط؟ مشاكلكم كانت مع منظومة كسلوك اجتماعي ولا مع أوبر وكريم تحديدا؟ هي بالنسبة للأوبر هي أثرت على شغل التاكسي معنا، ماشي، لأنه هو بيعتبر قسم، بالمعنى الصح قسم معنا في رزقنا، ماشي،
والله اني مش موافقه على المصطلح ده. ما فيش حد ماشي، هو الارزاق بيد الله، بس هو اثر يعني، هو اثر في حتى يعني سعر النمر برضو نزلت في السعر. ماشي، فده اثر علينا في شغلنا فعلا يعني. طيب انت شايف ده ومش شايف ان، طب يعني ما هو الموضوع برضو موضوع ليه علاقه بالمواطن. طيب ما هو المواطن ليه يعني هو هل اوبر وكريم اكبر المواطن ان هو يتعامل؟ لا مش اكبره طبعا. طب يبقى ازاي بقى بيأثر عليكم؟ مش اكبره طبعا. ماشي، المشكله كانت معاك ان 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 الناس هم مضايقينك في موضوع ان الناس بقت تستعملهم اكتر. عامه انا هرجع لك تاني برضو في النقطه دي، بس خليني اسال استاذ محمد مصطفى وكيل شركه كريم. انتم كنتوا بتقولوا ان ممكن التاكسي الابيض يدخل في المنظومه. عايز اقول بس توضيح، هو التاكسي الابيض داخل كريم بس، مش داخل اوبر. كريم بس، بس يعني احنا ده الحاجه دي احنا عاملينها مع شركه كريم فقط لا غير، ان احنا مدخلين التاكسي الابيض. هيخش بالشروط اللي تحطها الشركه، كتحليل مخدرات، كسيفتي للعربيه، كفيش وتشبيه، بحيث ان انا يبقى عندي كل بيانات السواق. كريم عامل الموضوع مش اكتر من دعم لسواق التاكس، لان احنا مش هناخد منه عموله اصلا، يعني احنا اوريدي مدخلين التاكس بالتعريفه بتاعت الدوله. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنحط اوبشن في الابلكيشن بتاع كريم التاكس، اللي حابب التاكسي الابيض، اللي عايز من اي حد يعني، ممكن حد يجيب التاكسي الابيض بالابلكيشن. هو بره شغلي يعني، انا شغلي هو هيتضاف عليه التاكسي الابيض ابلكيشن اوبشن، اللي عايز يطلب تاكسي ابيض يطلبه. والمواطن دلوقتي بقى هو اللي يقيم هل هو هيروح للتاكسي الابيض، هل هيستمر في اوبر وكريم. يعني هي دي بقى دلوقتي الكوره حاليا في ملعب سواقين التاكسي. يعني احنا كنا الاول هما بيتكلموا ان احنا بنحاربهم والكلام ده كله، انا اعترض معاه في موضوع الرزق. الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى ايا كان، وكتير سواقين تاكس شغالين زي الفل وكل حاجه. حاليا انا بقول ان الموضوع دلوقتي بقى عن سواقين تاكس، احنا ما عندناش مانع ان هم ينضموا. بس سواقين التاكسي هم اللي عندهم مانع؟ لا، احنا دلوقتي حاليا الموضوع ده لسه هنعمله جديد. اولا موضوع انضمام التاكس الابيض ده احنا عاملينه بعد العيد. تمام؟ يعني القرار اتاخد قبل العيد ان احنا قررنا هنضم التاكس الابيض لينا ونخش تحت المنظومه بتاعت كريم. بنفس المعايير اللي حاططها شركه كريم كأمان. طب المعايير دي ممكن تأثر على السائقين بتوع التاكسي الأبيض؟ لا، هو حضرتك اوريدي، أنا دلوقتي أهم حاجة عندي كان عميل هركب العربية، أنا النهاردة لما هاجي هركب تاكسي أبيض هو داخل عن طريق كريم، يبقى أنا كده بتعامل مع شركة كريم. مش فلو بتعامل، حصل حاجة هحاسب الشركة. فلو حصل حاجة دلوقتي كده أنا يعتبر كريم هو اللي في الوش. فأنا النهاردة لما هاجي داخل سواق تاكسي عندي اوريدي أنا هحتاج منه تحليل مخدرات زي ما بيتعمل في عربيات الملاكي، في العربيات العاديه احتاج منه فيش وتشبيه، يبقى عندي بيانات للسواق ده لا قدر الله ولد يحصل اي حاجه. يبقى انا اعرف اجيبه ببياناته، بطاقته، رخصته، كل الداتا اللي انا ممكن اخدها عن سواق التاكس. زي ما باخد زي الورق اللي انا باخده في عربيات الملاكي انا هاخده عن سواق التاكس، ده امان للعميل. في ناس هنقول معترضه، يعني احنا نزلنا على بيج كريم، نزلنا على بيج كريم ان احنا هنضم التاكس ودي مسانده، واحنا مش يعني احنا مواطنين مش مواطنين قصدك؟ في ناس ليه بقى معترضين؟ يعني قالت لك ان التاكس هيخش وهو المشاكل وهو لا، احنا عايزين بس نوضح معلومه صغيره ان التاكسيات اللي هتخش معانا في كريم تمام مشي على المنظومه بتاعت شركه كريم هو كمل معانا، ما يمشيش على منظومه شركه كريم هو هيتعمل له بلوك زيه زي اي كابتن بعربيه ملاكي بيتعمل له بلوك لما بيغلط في الشركه. فدي حاجه احنا بس نحب نقولها للناس. حاليا هو العميل هو بقى اللي هيقيم الخدمه، يعني هو اللي هينزل يجرب سواق التاكس وهيجرب ده. أوكي. هيستمر في ده وهيستمر في ده. دي راجعه بقى لسواقين التاكس. تمام، هو يقدر يتحسن من سلوكه. طيب. مع العميل. دي اهم حاجه. استاذ حسام، انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل انت موافق ان التاكسي الابيض ينضم لمنظومه كريم؟ هتبقى بنفس، مش هياخد عموله وهتبقى بنفس التعريفه العاديه بتاعتكم وكل حاجه، بس هي الفكره كلها انه هتبقوا تحت مظله كريم. هل انتم موافقين على ده كسائقين تاكسي ابيض؟ كنا قاعدين احنا ويعني والسواقين زمايلنا واتكلمنا في الموضوع، هم مش موافقين على الموضوع ده فعلا. طب عايزين نعرف مش موافقين ليه. ماشي، هو قال لك انا ايه اللي يخليني مثلا ادخل في شركه؟ انا كده كده انا شغال مثلا في الشارع، زبوني بيشاور لي، مش محتاج شركه تشغل، لان انا تاكس مرخص عليه كاب مثلا على الشريط بتاعه. معلش مش متداري يعني، الزبون بينزل شايف شكل التاكسي، لكن مش معقول هيشاور لملاكي في الطريق. طب ده معنى كلامك اللي احنا كده ما اثرناش على سواق التاكسي وسواق التاكسي شغال زي ما هو. انا بتكلم على رد يعني ايه يعني، انت يعني ليك زبونك برضه. انت بتقول دلوقتي يعني ايوه هيشاور لك، ما هو بيشاور لك، بس هو انت ليه ايه اعتراضك على الابلكيشن ان هو افرض ده امان للعميل وامان ليك على فكره، افرض حصل اي حاجه فانت يعني بدل ما حضرتك قاعد بتلف في الشوارع بتحرق بنزين على الفاضي، انا هجيب لك الزبون لغايه عندك
وكمان مش واخد منك عموله. بس تمام استاذ محمد، عايز اعرف بس وجهه نظر بقيه السواقين ايه، يعني انتوا ليه مش عايزين ده؟ علشان بس الموضوع ان انت مش محتاج شركه تشغلك، عايز تشتغل حر نفسك؟ هو شغل حر نفسه دي وجهه النظر الوحيده. شغل حر نفسه. مفيش اي، يعني ما عندكش اي مشكله تانية لو اتحلت المشكله دي او انت؟ لا مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. انتوا مشاكلكم ايه بقى تحديدا بعيد عن اوبر وكريم؟ مفيش اي مشاكل، يعني هو الحمد لله شغالين مفيش اي مشكله. طب ايه رايك في الشكاوي اللي بتبقى من سائق التاكسي الابيض بخصوص العداد، بخصوص ان هو لما في ناس بتشاور له ما بي يعني بيقول لهم لا، حاجات كتيره كده بسمعها من الناس طول ما انت ماشي بتسمعها اكيد. شايف الحاجات دي زي. انا هقول لك على حاجه حضرتك، هي صواب الواحد مش زي بعضها، يعني في ناس كويسه وفي ناس وحشه. طبعا في اي مجال شغل هتلاقي في ناس كويسه وناس وحشه. ماشي تمام، يعني انت شايف ان انتوا لازم تحتفظوا بنفسكم كسائقين تاكسي ابيض عادي. تمام استاذ عبد المجيد، شركه اوبر بقى عايز اعرف الفرق بين شركه اوبر وشركه كريم ايه، انتوا بتقدموا ايه؟ وهرجع طبعا الاستاذ محمد مصطفى اعرف ان شركة اوبر هي من الشركات طبعا الرائده في مجال توصيل الناس عن طريق الابلكيشن. شغاله من فتره كبيره جدا في جميع دول العالم، خصوصا في اوروبا، هي مشهورة أكتر في أوروبا وأمريكا. شركة أوبر مختلفة عن كريم، إن هي لو شركة كريم شركة خليجية، إحنا شركة أمريكية. طبعا شغالين بدعم طبعا برضو بنفس الفكرة بالأبليكيشن عن طريق عربيات ملاكي، أي حد عنده سن من 21 سنة ل 60 سنة يقدر يشتغل معنا في شركة أوبر. برضو نفس القصة، لازم يكون معاه، لازم يبقى عنده عربية، لازم يكون عنده عربيه كريم. او هتبدا شركه اوبر ان هي تبدا توفر عربيات، هو ده الاستثمار اللي داخل الجديد. ان هي توفر عربيات علشان يبدا تخلق فرص عمل زياده. مش شرط يبقى عندي عربيه، لان انا عندي ناس كتير جدا قاعده في البيت او ما عندهاش شغل. ما هي دي النقطه، ان في ناس بتقول انا ما عنديش عربيه بس ممكن اشتغل. هل انت عربية. ممكن توفر له عربيه؟ هتبدا شركه اوبر ان هي تفكر في التفكير ده وتفتح استثمار بالموضوع ده، ان هي تبدا توفر عربيات للخريجين، يبدأ فيها، يبقى بيقدم، هو بيقدم برضو مسوغات التعيين في أي شركة اللي هي طبعا الفيش والتشبيه، أنه ما عندوش أي مشكلة في الصحيفة الجنائية بتاعته. تمام. وفي نفس الوقت يكون عنده تحليل مخدرات، ما بيكونش بيتعاطى أي حاجة. بس أنتوا بالفعل بتعملوا ده لكل الناس؟ احنا في كل طبعا كل شركة أوبر من أول ما دخلت مصر وهي بتتعامل مع فيش وتشبيه وتحليل مخدرات، وده شيء اساسي اصلا في شغل شركه اوبر. تمام، انتوا مش ناويين تضموا التاكسي الابيض زي ما كريم؟ فكره انضمام التاكسي الابيض مش وارده دلوقتي، ممكن بعد فتره تبقى وارده. بس خلينا نتفق على اتفاق، هو فكره ان انا احط الابلكيشن جوه او اجيب التاكسي الابيض يدخل جوه الابلكيشن، انا شايف ان هي فكره كويسه بالنسبه لشركه كريم. هتسوق اكتر شركه كريم. طبعا حضرتك الشهره اكتر في مصر لشركه اوبر. بانضمام التاكسي الابيض انا شايف ان هو مش هيبقى فيه اي مشكله خالص من التاكسي. يبدا يبقى فيه توازن. الناس اللي بتقول ان هي مش لاقيه شغل في الشارع وان شركات اوبر وكريم هي اللي واخده كل العملاء، مع العلم ان احنا 90 مليون بني ادم او 90 مليون مواطن، شركات اوبر وكريم بتشتغل على 8 مليون مواطن. فاحنا لو بنتكلم على السوق، لا السوق طبعا يعني احنا بالظبط كاننا سايبين 90 مليون كاننا سايبين 81 مليون للتاكسي الابيض. فهو لو عايز يستعمل التاكسي الابيض هيشاور له، يعني زي ما هو 81 نقول مثلا 60، هنقول مثلا ان اكيد مش كل الناس بتستخدم اوبر وكريم، ومش لان كل في الناس سن بتستخدم التاكسي، لان في سن طبعا هيبقى اقل طبعا. بس هي الفكره برضو ان الناس بدات تتعامل مع اوبر وكريم من ساعه ما دخلت مصر على انها سيفتي قوي جدا للمواطن. النهارده بينسى حاجه بيلاقيها، بيقدر يرجع لشركه، بيقدر يبعت ايميل يقول يا جماعه انا حصل معايا المشكله الفلانيه، اول ما عندي ردع، يعني الشركه بقى فيها ردع، عندي ردع، بقدر ان انا اوقف عربيه، بقدر ان انا اجيب كل بيانات العربيه، في مشكله حصلت عندي حد برجع له في الاخر، عندي حد برجع له. انما انا ركبت مع تاكسي ابيض نسيت معاه الموبايل بتاعي،
هرجع بقى لقصه ان هو زي ما كان بيقول الاستاذ صوابعنا كويسه صوابعنا مش زي بعضها يعني قوي. نسيت في التاكسي الابيض مثلا تليفونك وانا ما اعرفش اجيبه ممكن يبقى سواق كويس وممكن يبقى سواق مش عارف فيجيبه لك يعني لو جينا لو جينا لفكره الشخص المحترم انا مش عايز افضل الموضوع سايبه لفكره يعني. المحترم والضمير لا احنا عندنا سيستم بنشتغل بيه طالما انا نسيت حاجه اقدر الاقيها يعني لو انما لو انا نسيت حاجه في تاكسي وما لقيتهاش او ما ردوش رجعها لي خلاص مش هترجع لي. طيب استاذ محمد انتوا دلوقتي انا عايز اعرف بس رايك في اعتراض سائقي التاكسي الابيض على الانضمام ليكوا انتوا اللي طلبتوا الطلب وهما اللي رفضوا مظبوط. بص حضرتك هنقول دلوقتي الفرق بين سواق التاكسي وبين الكابتن اللي في شركه كريم تمام. الكابتن في شركه كريم اكيد طبعا العملاء كلهم زي بعضيها اكيد بتحصل سخافات من عملاء كتير اكيد طبعا. احنا الكباتن عندنا تحت اي ضغط تحت اي ايا كان اللي بيحصل معاهم هو بيستحمل سخافه العميل ايا كان. ممكن مثلا عميل يطلب عربيه والعميل على بعد 6 7 كيلو والكابتن يروح له عشان يروح مشوار 2 كيلو هو خلاص هو متطلبات الشغل كده او بتقول حاجه زي كده. هو النهارده سواق تاكس معترض أوكي. احنا اولا مش مدخلين التاكس عندنا عشان نعمل دعايه لكريم هي اوريدي كريم مش محتاجه دعايه بخلاف ان سرعه النمو بتاعت كريم عاليه جدا. هنقول لو الفرق بين اوبر وكريم كريم عامل شراكات كتير في مصر يعني هي دي الميزه اللي احنا نتميز بيها ان احنا عاملين شراكات مع فودافون مع سي اي بي الاستاذ اللي كان مع استاذ عمرو الاديب من كام يوم كريم قدم له سنه مجانا ان هو يركب كريم اوكي تمام. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر برضو موضوع بنك الطعام برضو كريم مشارك فيه كنا في رمضان نفس القصه برضو بننقل الوجبات كل الحاجات دي بنحاول برضو مش شغلنا يعني ايه واقف في العربيات بس بنحاول نشوف برضو ايه الخدمات اللي ممكن نعملها كمجتمع كشركه في البلد عادي ونعمله للناس. هو حاليا النهارده سواق التاكسي معترض احنا ما عرضنا عليهم حاجه زي كده كنوع من يعني احنا مش عايزين منك عموله. انا مش جايبك النهارده عشان مثلا بقول لك انا هجيبك تشتغل عندي او تشتغل معايا عشان اخد منك فلوس بالعكس. طيب استاذن حضرتك بس احنا معانا سامح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا سامح. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. طبعا شركه انا نفسي بتعامل مع اوبر يعني هي شركه محترمه جدا المواعيد فيها سريعه جدا. انا بطلب العربيه تجي لي خلال 3 دقائق تقريبا. انا تمام الكلام على طول تمام. واي مكان بكون فيه صراحه بطلب بتجي لي العربيه بسرعه. بس هي في مشكله رهيبه في الموضوع ده. ايه بقى؟ بالنسبه للاوبر وعرفت انها في كريم كمان. ايه المشكله؟ وانا تعرضت لها شخصيا وعندي المدام بطلب لها كتير وقالت لي برضه الموضوع ده. ان هم يعني السواقين ما يعرفوش يسوقوا يعني ما بيعرفوش يسوقوا. قول لي موقف كده. لما سالت الناس اللي بركب معاها قالوا لي احنا ما بيعملناش اختبار يعني احنا ما فيش اختبار. ففي ناس كتير قوي بتروح تجيب العربيه تدفع القسط وتجيب العربيه تعلم السواقه مع العميل اللي راكب معاها. وده انا اتاكدت من الموضوع ده لان سالت معظم الناس لا ده هم بيعملوا لهم ميتنج كده تقريبا اوبر بيعملوا لهم ميتنج عند الجامعه الامريكيه اوكي وبعد كده خلاص بينزل بقى اسمه في عندهم وبعد كده خلاص بيبتدي يروح للعميل ان هم ما يعرفوش عنه حاجه اصلا يعني هو مجرد صوره بس. تمام. ما يعرفوش عنه اي حاجه. طيب هل انت موافق يا استاذ سامح على انضمام التاكسي الابيض لشركه كريم؟ هو التاكسي الابيض ربنا يكون في عونه صراحه يعني هي الناس المحترمه في التاكسي الابيض اتظلمت مع الناس مع الدخلاء لا هم كان في دخلاء على مهنه التاكسي الابيض ظلموا الناس الكويسه. اللي مش كويس كتير يعني كويس قليل. انا قبل كده كنت بركب تاكسي ابيض طبعا كنا بنعاني معاناه رهيبه يعني صراحه. طيب السؤال هنا يا فندم هل حضرتك موافق على انضمام التاكسي الابيض لشركه كريم بحيث ان انت لو في مشكله يبقى السواقين المحترمين اللي حضرتك بتقول عليهم دول مع شركه كريم او تحت مظله شركه كريم هتبقى تاكسي ابيض عادي جدا بنفس ال يعني بنفس التعريفه بتاعت التاكسي الابيض وكل حاجه بس من خلال الابلكيشن اللي بتبقى موجوده على التليفون زي كريم يعني حقك تطلب كريم او تطلب تاكسي ابيض عنده الخيار يعني. والله انا ليا اقتراح تاني. اتفضل. انا ليا اقتراح ان احنا نتخلص من العربيات الملاكي ونخليها كلها تاكسي يعني ننقي بقى العربيات الملاكي ايه نتخلص من اوبر وكريم ونخليها كلها تاكسي ابيض يعني اوبر وكريم كان ممكن الاول الكلام تاخد نخليها كلها تاكسي ابيض على الابلكيشن برضه
وما يبقوش مشغلين انت روح عليك لان هم فعلا مش شغالين يعني هم فعلا التاكسي الابيض حاليا اوبر وكريم. طب انت ما بتستعملش التاكسي الابيض ليه دلوقتي يا استاذ سامي؟ بدفع اكتر من اوبر وكريم مع الفارق ان انا بركب عربيه طبعا السواق محترم جدا بس السواق بينزل يفتح لي الباب يعني اقول له يا عم اقعد انت بتعمل ايه؟ يعني الناس محترمه جدا. حضرتك ما بتستعملش التاكسي الابيض ولا بتستعمله؟ حاليا لا خالص. ليه؟ التاكسي الابيض لا انا اتعرضت لمواقف كتير قوي من موضوع التاكسي الابيض ده. انا في ناس طب ازاي بتطلب بتاخد الباقي وتكتب طيب انا بحسب هو عايز ما يدينيش الباقي انزل من العربيه عشان اخد الباقي يجري فطبعا مواقف كانت غريبه بتحصل فانا رايي برضو لا يعني اوبر وكريم والشركات اللي طالعه يعملوا اختبارات للسواقين عشان احنا ما نبقاش في امان واحنا يعني انا بحس ان السواق لسه انا لكن معايا طالب اولى جامعه. طيب خليك معايا دي يا استاذ سامح معاك الاستاذ محمد مصطفى وكيل شركه كريم هيرد عليك في النقطه دي. صباح الخير يا استاذ سامح. صباح الخير. بص حضرتك هو بالنسبه كشغل كشركه كريم يعني احنا عندنا اربع اماكن بنختبر فيهم الكباتن بتوعنا عندنا اربع اماكن الكباتن بتوعنا بناخد فيهم الورق بتاعهم بنعمل لهم اختبار على الابلكيشن على طريقه التعامل مع العميل على طريقه التعامل لو حصل له اي موقف طارئ في نفس الوقت الكابتن بعد ما بيخلص مع شركه كريم كتدريب بيرجع للوكيل بتاعه برضه نفس القصه بنقعد مع الكابتن ونقعد نشرح له ايه المواقف اللي ممكن تقابله وازاي يشتغل هنقول لو موضوع الطرق هو كل الموضوع مربوط على جي بي اس فاوريدي الموضوع يعني مش محتاج ان السواق يعرف او ما يعرفش فلا حضرتك معلومه ان احنا ما بندربش الناس بتوعنا لا احنا بندرب الناس بتوعنا ولو حد بيغلط بتعمل له بلوك على طول هو مبتدئ السواقه مبتدئ يعني انا عندي التجمع الخامس بيطلع بيها الدائره عشان ينزلني اي مكان مصر جديده موضوع مبتدئ من السواقه دي هو اوريدي راجل واخد رخصه سواقه يعني اوريدي الدوله نفسها مدياله رخصه سواقه وبيقولوا ان هو بيعرف يسوق يعني فموضوع مبتدئ انت ممكن تكون وقعت حضرتك مع كابتن مثلا هو مبتدئ في السواقه لكن اكيد مش انا كنت سواق يا فندم ما هو انت اكيد وقعت مع حد مثلا هو مبتدئ في السواقه لكن اكيد مش كل شركه اوبر او كريم نفس القصه احنا حضرتك ناس الحمد لله يعني بروفيشنال طيب. جدا استاذ سامح قرايبنا برضو شكوا من الشكوى يعني اشتكوا من الشكوى دي انا عن نفسي حصلت معايا وانا لاحظتها من السواقين انا عندي عربيه يعني بسوق عادي وبعرف السواق واللي مش سواق معظم الناس اللي انا بركب معاها مش سواقين عكس سواق تاكسي بيعرف السوق صراحه انما مشكلته فيه هو بقى يعني شخص انما كمينة هو محترف فيها هو بقى له سنين فيها طيب. فانتوا اعملوا اختبارات عشان لسه بنستنى تليفونات ثانيه طيب ماشي يا استاذ سامح انا يعني هتابعنا لو سمحت واحنا هنرد على حضرتك معانا ام محمد من اسكندريه الو السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي ايوه ازي حضرتك الحمد لله ممكن انا ابني مخلص كليه ومعاه شهاده معافيه هو وحيد عايز يتعلم السواقه ممكن يشتغل مع حرام كده يشتغل في اوبر او كريم قصدك؟ بس هو مش سواق يعني ممكن يعني يعلموه السواقه ولا ايه؟ بنعلمش لا احنا بنعلمش هما بيعلموش السواقه يا حبيبتي هما بصي هو لازم يكون معاه رخصه او هو متعلم السواقه ومعاه رخصه بس حضرتك برضه حاولي تتواصلي معانا او تخليه يتواصل معانا بس على صفحتنا على فيسبوك واحنا ممكن نوصله يعني نفسي حضرتك تحطي سؤال على فيسبوك دلوقتي هل يعني سؤال للناس هل امتى تأيد فكره دخول التاكسي الابيض كريم مؤيد او غير مؤيد نشوف الناس نفسها ان احنا بنعمل الموضوع ده عشان الناس وعشان سواق التاكسي عشان ما يتقالش مثلا ان احنا بنحاربه في رزقه او ان احنا جايين عليه مفيش حد بيجي على رزق حد لازم نقتنع بالفكره ارزق بالله طبعا ايوه لا هي دي النقطه بس يعني احنا ارزق بالله تمام طيب حضرتك عندك تعليق على الاستاذ سامح ربنا كاتبه له ف بس انت مش يعني انت لسه معترض ان المنظومه تدخل من ضمن كريم معترض انا عندي رد بس مش وجهه اعتراض لك لغايه دلوقتي عايزين نعرف انت معترض ليه فعلا بجد انا بقول لك هنخش ادخلك معايا من غير ما اخد منك فلوس يعني انا هدخلك من غير ما اخد منك عموله وهجيب الزبون لغايه عندك انا هقول لك معترض ليه اتفضل النهارده عشان مثلا المواطن والزبون مستني تاكسي عشان يخش ويفتح البرنامج اللي هيخليه يستنى معلش حضرتك 5 دقايق و10 دقايق في مليون تاكسي ماشي في الشارع فاقرب حاجه اقول لك اللي هيخليه يبعت لي تاكسي انا هشاور لتاكسي ماشي في الشارع فاضي تمام ما انا ممكن اقف نص ساعه ما الاقيش تاكسي فاضي يوديني الحته اللي انا عايزها واحيانا برضو بتفتح البرنامج العربيه بتتاخر برضو يعني مثلا بالنسبه مثلا لاوبر لعمر او كريم حضرتك ممكن اسالك سؤال ممكن ما تبقاش موجوده على طول هل انت معترض على فكره ان تخش تحت منظومه كريم عشان ما يبقاش في حد مثلا بيديرك
هو بص حضرتك يا فندم، الاعتراض ان انا راجل معايا عربيه عليها نمرتين اقرا، مرخص تاكسي رسمي على عيني وراسي اكيد طبعا، اه قانوني رسمي، لما تيجي تحسبها قانوني انا مرخص. يا استاذ حسام التاكسي ساعات يقول لك معلش يعني، واحنا كلنا بنتعرض لده، انا مش رايح عداد بيحصل، انا مش هقول لك ما بيحصلش. اعمل له ايه بقى اللي بيقول لي مش شغالش عداد ده؟ بيحصل وده ايوه، انا اعمل له ايه؟ انا اتصرف معاه ازاي؟ دي من الاخطاء برضه، سواء ان التاكسي عندنا كل حاجه ولا اخطاء. طيب. انا مش هقول لك حصل ان خطا من واحد من ضمن كذا واحد من سواقين التاكسي، زي ما فيش بيقول بيوافقك على مشوارك يعني، هو كله بيقول لا ولا في مثلا سواق بيجي يقول لك بس انا حاضر. عندي مثلا اللي في اوبر اي كده لو قال لي انا مش رايح او قال لي اي حاجه هروح اشتكي. أيوة أيوة. انا بقى لما يحصل معايا حاجه زي دي معاك اشتكي لمين؟ مش انا لسه من في بدايه البرنامج قلت لك المشكله ان في ناس معلش سواق سمعه الناس الكويسه او عميلها كده خلت. طيب انت شايف ايه الحل لما مش طيب هستاذن بس حضراتكم ناخد التليفونات ونرجع بس تاني نرد على الناس. معانا ام محمد من القاهره. الو الو صباح الخير. صباح النور، علي صوتك شويه ام محمد. الو صباح الخير، انا عندي شكوى عند كريم بعد اذنك. اتفضلي. قبل كده انا دايما اروح معاهم اديهم فلوس بيقول لي ما عندناش فكه، اوكي يعني دايما دي مرة بعدها هنخلي على الحساب. وبعد مرة ثانية إذا أروح مرة ثانية ما يدونيش نفس القيمة بتاعة التوصيلة. أوكي. دي أول واحدة. ثاني مرة كانت بنتي جاية يعني على الطريق، قال لها إيه، قاعد يصارخ عليها إزاي أنتي جايبتني فين، هنا المكان مقطوع، هنا المكان كده، يعني كان بإيه بيعاملها معاملة وحشة. حضرتك بلغتي لما حصل الموضوع ده؟ لا ما بلغتش. لا ما بلغتيش ليه بقى؟ لا ما اعرفش حياتك. انا عايز اسال ورده صغيره على الاستاذ ودايما بيقول لها ده مكان وحش وده مكان كده وكان بيصارخ عليها. حاجه بس طب خليكي معانا دقيقه واحده بس الاستاذ محمد يرد عليكي. بس ناكد على الموضوع ده. اي كابتن في شركه كريم، انا بقولها هو حتى على الهواء، اي عميل هيشتكي من كابتن في شركه كريم ان هو عمل حاجه مع ضايقته او حاجه مش صح، ومجرد هو ما بيرفع للشركه ميل، حتى التقييم اللي هو ممكن يعمله للكابتن نفسه ممكن يعمله تقييم سيء. أوكي. ويكتب كومنت الكابتن ده ضايقني في النقطه الفلانيه، الكابتن ده خد طريق غير طريق، والكابتن ده ضايقني بالكلام. دي حاجه ما فيهاش احنا مثلا ما نتهاونش فيها، بينزل غرامات في الاول على الكابتن، فضل مستمر على نفس الطريقه بتاعته وهو بيطلع بره السيستم، خلاص شكرا احنا مستغنيين عنك. هي ما بلغتش، وهي ما بلغتش، ما بقول هي ما بلغتش تبلغ عشان اولا احنا عاملين يعني مثلا هنقول احنا عاملين رقم ارضي لكريم، عاملين ميل، عاملين صفحه على الفيسبوك، واضح ان هي بس كل الحاجات هنقول دي لك. طيب يا ابو محمد بس تعملي ايه لان ما ينفعش الموقف ده يتكرر تاني. معانا مروه من القاهره. ايوه السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضلي يا مروه. بقول لحضرتك طبعا انا بتعامل مع شركه كريم، ويعني عايزه اقول لحضرتك ان دي حاجه انا بفتخر بيها، يعني انا حاسه ان دي خدمه كانها موجوده بره، فممكن يكون لهم سلبيات عشان هم لسه في الاول، فانا بقول لحضرتك ان هم بشر، البشر دول كانوا بيتعاملوا المفروض في الاول مع تاكسي ابيض وحاجه احترمناها وكده، بس للاسف لما بنطلع تاكسي الابيض لا بنلاقي عداد شغال ولا بلاقي تكييف بيشتغل، وكمان لو شغل التكييف بيحاسبني على التكييف، مفيش حد بيقيمه غير ان انا بحس معاهم بالامان جدا. طيب بيشغلش عداد ومبيشغلش تكييف، انت بتشغل العداد؟ العداد شغال والتكييف شغال. ولما تشغل التكييف بتحاسبهم على التكييف؟ لا هي 5 جنيه زياده. 5 جنيه؟ لا مثلا انا بدي بس انا بضحك معاك يا عم. انا بنكشك يا عم. ماشي يا صباح. 5 جنيه زياده. تمام انا بص حضرتك احنا قعدنا في المراكب في ناس اتصلت. في ناس مثلا معلش اشتكت من كل من شركه بشيء، برضو احنا مش هنبقى كاملين مكملين. لا في زي ما قلت لك، مش عايزين ده، هو انا النقطه اللي بتكلم فيها انتوا ليه مش عايزين تنضموا ليهم؟ ماشي. مش نقطه الناس تشتكي براحتها. عندي شكوى من اوبر، عندي شكوى من كريم، عندي شكوى. يا استاذ محمد رديت عليك قلت لك الفكره، ومعظم السواقين قعدنا معاها قال لك لا احنا بالنسبه لنا شغالين. ممكن اسالك سؤال؟ ايوه. هل لما في بنت بتركب تاكس او كريم تمام، هنقول هي بتشوف الامن ليها ايه؟ في رايك انت هل بتشوف الامن انها تركب مع حد ماشي في الشارع هي ما تعرفش عنه اي حاجه ربنا خلقها غير ان هو تاكسي ابيض، ولا تركب مع حد لا قدر الله حصل معها اي حاجه او نسيت اي حاجه في العربيه تقدر ترجع لشركه، الشركه تعرف تجيب الكابتن لانه عنده كل بياناته، عنده فيش. انت ايه المشكله النهارده لما اجي بقول لك تعالى خش تحت مظلتي، ده امان ليك وامان للشركه، حتى فرضنا انت ممكن يركب معاه هو زبون، الزبون ده ممكن ما بتحصلش ان في مثلا ناس بتخطف سواقين تاكسي
تخطف عربيتهم، ممكن يبقى زبون متجاوز ده كل شيء وارد. حاجه زي يعني كده انا بقى انا مثلا عن طريق كريم اقدر احدد مكان عربيتك فين، اقدر اعرف اقدر اساعدك. طيب انا بس عايز اسمع رد الاستاذ عبد المجيد علشان هو كان عايز يرد على سامح على موضوع السواقين. كان بيتكلم على موضوع تدريب السواقين. انا يعني انا باخد مصوغات تعيين لناس عندها عربيات اوريدي والعربيه بتاعته ملكه، اكيد هيحافظ على الروح اللي موجوده معايا طبعا، وهيحافظ على نفسه وهيحافظ على عربيته. دي نقطه ثانيه. النقطه دي نقطه اولانيه. النقطه الثانيه، انا سن عندي في اوبر من 21 ل 60 سنه. اوكي. فسن ال 21 يعني هو معاه رخصه بقاله 3 سنين من الدوله، فاكيد هو يعني بيعرف يسوق. اذا حصل وفي لا قدر الله لقى نموذج من النماذج برضو نفس الموضوع في شكوى ولقاه ما مش عارف يسوق، خلاص بيبلغ الشركه ان هو ما بيعرفش يسوق، وده برضو يا اما بيحاول ان احنا يعني نحاول نوجهه ان هو يشتغل كويس او يتعامل كويس مع العملاء ويسوق كويس. في ناس كتير جدا بتعرف تسوق في مصر، بس ممكن يكون ادائها ساعه الرحله اداء ما يرضيش العميل، وممكن يكون واحد بيسوق عربيه يعني انا هنزل اسوق عربيتي مثلا اكيد مش هبقى بنفس كفاءه السواق اللي هو خلينا نتكلم السواق. بصراحه برضو يعني مهنته حتى السواق، خلينا نتكلم بصراحه، في مصر سواق التاكسي في مصر يعني برضو مش كل الناس لها مهنه سواق في مصر يعني هو ممكن واحد يكون معاه بكالوريوس ويفكر ان هو ينزل يشتري نمر ويبقى معاه تاكسي، فمش قصه طبعا. ان هو بروفيشنال يعني مش لازم يعني مش هو استاذ سامح بيحسسني ان هو سواق التاكسي المفروض ان هو يبقى بروفيشنال وكمان اوبر يكون بس هو عنده مشكله مع سواق التاكسي. هو حصلت هو عنده مشكله يعني في موضوع مشكله كده مع الاثنين. طيب عندي سؤال لحضرتك برضو للأستاذ حسام على يعني مواضيع برضو العداد دي عشان في ناس بتسأل، بس ناخد تليفونات معانا. شوقي من المنوفية. أيوة اتفضل يا أستاذ شوقي. بقول لحضرتك أنا عاوز أتكلم وأقول أستاذ للأخ بتاع سواق التاكسي. هو سامعك. هو سامعني. هو على بيعترض لمجرد الاعتراض. ليه بقى؟ ليه؟ هو احساسه ان هو ده دخيل عليه ومش عايز حد يبقى ايه دخيل عليه في حاجه. انا بتكلم بجد بصراحه يعني انا اشتغلت في مجال التاكسي وعارف الدوائيه بتاعت الروح اللي جوه سواقين التاكسي. هو مش عايز حد يشاركه وخلاص، لكن ايه على اساس ايه؟ طب هو يقول لي ايه الضرر اللي هيعود عليه لما هو يبقى تبع كريم مثلا تقول له تعالى روح المشوار ده وهترزق منه. طيب يعني حضرتك موافق على انضمام التاكسي الابيض لمنظومه كريم؟ ايوه طبعا، والله ما هو حر ينضم للنقش، هو حر، بس انا بقول وجهه نظري ان هو بيعترض لمجرد الاعتراض. تمام يا فندم، اشكرك جدا. استاذ شوقي معانا حسام من الجيزه. الو الو استاذ حسام. يا فندم مع حضرتك. اتفضل يا فندم. معك مهندس حسام الحسيني. اهلا وسهلا اتفضل. والله يا فندم انا يعني انا دلوقتي موضوع التاكسي، هو التاكسي ومش عايز يخش اللي انا شايفه يعني عشان راجل عايز يتعامل براحته مع العميل، عايز يتعامل مع ما حدش يقول له انت بتعمل ايه، لان انت عارف حضرتك الداتا بتاعته هتخش في كريم. بمعنى ان الداتا براحته ازاي يعني لما يبقى في شكوى من حد من المواطنين؟ ما انا قصدك ان هو يتجاوز يعني اعرف معلش، هو مش عايز واحد يعرف هو مين، مش عايز واحد يعرف هو يعني ده مين ولا يتجاب ازاي، حاجه حصلت عمل مشكله الكلام ده. هو لا، هو عايز يبقى حر كده، فاهم حضرتك؟ عايز يبقى حر كده مع نفسه، لا حد يقول له انت بتعمل ايه ولا بتسوي ايه ولا الكلام ده. تمام. تمام. ثانيا في كريم برضو الناس ناس محترمه جدا، وفي اوبر ناس فوق القمه الاثنين يعني بسم الله ما شاء الله، ناس محترمه وناس مؤهلات وناس يعني ناس تحسي معاملتك اللي انت بتدفعي قيمه مقابل خدمه، الخدمه بيأدوها لك صح. انت ليه مش عايز كده؟ ما انت برضو هتاخد قيمه. انت وانت يعني التاكسي هو مش هيروح ببلاش؟ مش هيروح ببلاش، هيروح برضو بقيمه، بس هو مشكلته مش عايز حد يحاسبه. عايز معلش لما عميل يقول له انا التكييف يقول له لا التكييف مش شغال. طب ما لا انا بقى ساعتها هعمل ايه؟ هروح ارد تبلغ بقى حضرتك كده. هبلغ، فساعتها طبعا الراجل هيزعل. ازاي؟ ما انا ازاي واحد يبلغ عني او ازاي انا عايز بمزاجي؟ يمكنني قصدي ايه؟ فهمت. هو مش عايزين كده، انما ده رزق زي ما هو الراجل فعلا ده رزق، وانا الراجل عميل تاكسي مش هعرف اغير. صح ولا غلط؟ تمام كده. ما هو وما يمنعش برضه على فكره زي ما الناس محترمه جدا بتوع كريم وبتوع اوبر برضه في عملاء اكيد عملاء مش كويسين.
لان الدنيا كلها فيها ناس كويسين وناس مش كويسين يا باشمهندس، فاحنا بنحاول نوصل بس لاكبر يعني قدر من خدمه المواطن. انت ست الكل، انت قصدي هو محسسني اللي هو لما هيخش في المنظومه دي الدنيا بتاعته هتبوظ. ده بالعكس، ده انت هتبقى راجل باحترامك وراجل كذا، انت ماشي يا سيدي مش عايز كريم. انا هوفر عليك بنزين بس انت ما تقفليش في الشارع ده واشتغل. ده بالعكس، ده انت فرصتك اكتر مع كريم. ليه؟ بتاع كريم ملاكي محدش هيشاور له، صح؟ ما عندوش شغل محدش هو شغال اتنين، هو شغال كريم وشغال في الشارع برضه. يعني ممكن كريم ممكن يشاور له عادي، هو طبيعي تاكسي عادي. ان هو النهارده مثلا ما جالوش اوردر خلاص يشتغل تاكسي. طيب انت مثلا هتضم العربيه دي لوحدك. شكرا باشمهندس حسام اللي كلمنا. طيب هقول لحضرتك حاجه بقى. مش اتفضل. هو وصل معلومه غلط. معلش انا اسفه. معانا مين؟ معانا مين يا جماعه؟ عادل من اسكندريه. استاذ عادل. ايوه صباح الخير عليكم. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. بقول لك انت دلوقتي بالنسبه للمصورين التكوسه، باعوا التكوسه دلوقتي كلهم وجيبوا عربيتين ملاكي وشغلوهم على عبره وكريم. ينفع؟ هم سواقي السواقين بتوع التاكسي الابيض باعوها وبيشتغلوا مع كريم؟ في كتير جدا باعوها. انا كنت معايا التاكسي النهارده بتبع عربيه سيادتك. كتير جدا. انما دلوقتي بقت غاليه. معلش هطلب منك طلب، ممكن توطي التلفزيون عشان اسمعك كويس؟ بس معلش وطي التلفزيون. يعني نعرف ناس دلوقتي باعوا العربيه وطيته سيادتك اهو، وطيته. تمام، اتفضل بقى، اتفضل. بقول لسيادتك دلوقتي انا اعرف ناس معاه. انا سواق طبعا وما بركبش عربيات، خلي بالك سيادتك. بس انا كلمتك دلوقتي بالنسبه لاصحابي كلهم اللي معاه عربيه النهارده، باعها ب 130,000 140,000، روح حط عليهم كمان 20,000 وروح جايب عربيتين من فوق وشغالهم مع عمر وكريم. طب والدلائل فين؟ والمؤسسات فين؟ وهو دلوقتي كريم هياخد هيشتغل معانا مع كريم، هيشتغل مع كريم هو هيدفع الضرايب ولا هيدفع الضرايب العربيه تاكسي؟ تمام يا فندم. طيب شكرا استاذ عادل. معانا محمد من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه مع حضرتك محمد سمير من القاهره. اهلا وسهلا. كنت بس عاوز اقول ان الاستاذ بتاع اوبر ده لو دخل التاكسي شغله معاه اوبر هتسقط. التاكسي ده مرض سرطاني في مصر. استنى، هو كريم اللي هيدخل التاكسي مش اوبر؟ مش عايزين لا كريم ولا اوبر، خلي كريم واوبر نضاف زي ما هم، فرحنا بيهم بنات. ليه يا فندم بس ثانيه واحده بس، انا مش عايزه اعمم يا استاذ محمد. في ناس كتير من سواقين التاكسي الابيض كويسين ومحترمين، ما ينفعش نقول عليهم كلهم كده. انا عايز ارد على يا فندم. انا ما بقولش عليهم كلهم، انا ما بقولش عليهم كلهم، بس انت لما يكون عندك في 90% فاسد وربنا رزقك باوبر وكريم نروح نبوظ منظومه زي يا استاذ محمد. مش هبوظ عشان ندخل. استنى بس هنرد عليه. اتفضل يا استاذ محمد. يا استاذ محمد، احنا النهارده لما اجي في شركه كريم هدخل عندي سواق التاكس، انا هعمل فلتره، انا مش هدخل اي سواق تاكس عندي. انا اكيد لما اجي هدخله معايا اكيد هاخد بياناته، اكيد هاخد عنه فيش وهاخد فحص العربيه وهاخد تحليل مخدرات. مشي معايا على المنظومه اللي انا بمشيها في عربياتي الملاكي مع العميل، هو مستمر معايا، ما مشيش معايا على المنظومه، شكرا وفرصه سعيده مع السلامه، شرفتنا. عارف حضرتك هو يعني هقول لك على حاجه. الاستاذ حسام، في ناس كتير محترمه يعني. الاستاذ حسام من شويه كان بيقول كل مهنه فيها كويس وفيها الوحش. انا هيحصل لي ايه لو جيت استفدت من الناس الكويسه اللي زي حضرتك في شركه كريم، علشان الناس اللي مش كويسه الدخلاء على مهنتكم ما يبقوش. طيب ما انت موافق اهو وتظهر انا محتاج اعرف بس الاستاذ محمد ان هو ان كان هيضم التاكسي مثلا ليه زي العربيه المالية. لا انا مش واخدك حته. فهو اتكلم في حاجه ثانيه. طب افهم وجهه نظره بس بعد كده. هو اتفضل اشتغل معاه لو حبيت اشتغل في الشارع مفيش مشكله. ايوه فدي عادي مفيش مشكله. لكن انا في الرفض ان انا مين وصل لك المعلومه ان هو هتشتغلوا معاهم يعني من خلالهم بس؟ مش فاكر. ما هو اللي وصل لنا كده يا استاذ محمد. وصل لكم منين يا استاذ حسام؟ وصلنا قال لك هم هو الكلام جالنا كده. لا الكلام جاي لك انا بقى. فهمت تقريبا ان هو الكلام جاي له. احنا انا هرد عليه. وانا النهارده ما هاخدك معايا في كريم، انا اخري هنزل لك ابلكيشن على الموبايل. وانا النهارده ما هاخدك في كريم هاخد منك مفتاح عربيتك. خلاص خلصت كريم، معدي لقيت زبون في الشارع تقول لا انا كريم مش هينفع. لا يعني مش هتركبه عادي وتشتغل شغلك الطبيعي. مفيش مشكله. هو الخوف يا فندم عشان عامل امان للناس تتكلم. الخوف اللي انت تكون رايح اوردر لكريم ولا حاجه تلاقي زبون في الشارع تروح سايب كريم وراح. والله وارد. بس في الحاله دي هيجي خاص. انا النهارده لما كابتن عندي ولا مش سايبها استاذ محمد. لو كابتن خد اوردر في كريم تعرفها وما راحش قبل الاوردر بتاعه وما راحش الاوردر بينزل عليه غرامه 200 جنيه.
200 جنيه يبقى مشاهير ده اصلا يرفضوا، ما اصلا دي في غرابه مشاهير لان اوريدي اللي رايح المشوار ده الله اعلم هو مستعجل عنده ظروف ايا كان، فهو عايز عربيه تجيبه، فطالما قبلت مشوارك لازم تاخده. هو بقى هيقول لك انا عايز تاكسي ابيض او عايز عربيه عاديه حضرتك. هو احنا حاطين احنا في كريم حاطين حاجه اسمها ايكونومي بزنس انجزني التاكسي، دي خانه جديده لو دخلت ابلكيشن كريم هتلاقيها. اللي عايز يطلب تاكسي يطلب تاكسي، هيتحاسب بالسعر بتاع الدوله اللي هي محددهوله. انتوا مقدمين المقترح ده لمين؟ موضوع التاكسي هو احنا والله العظيم احنا حاليا احنا دلوقتي احنا نزلنا شباب من عندنا تحت في الشوارع من كريم بتاخد ارقام بتاخد ارقام منهم مضطرد عليهم ان هم ينضموا. احنا نزلنا فريق من عندنا في الشوارع لغايه عندهم، مفيش ولا حد من عندهم راح لغايه عندهم يعني. احنا كمان لا لا لا, لا يعني. في ناس ادتهم ارقام واكيد هو عارف بالكلام ده. طب انت ايه رايك في الناس اللي بتبيع التاكسيات بتاعتها وتشتغل مع اوبر وكريم؟ انت ممكن تعمل زيهم؟ لا هو حابب، لا انا حابب مهنتي ده، اصلا دي مهنتي حضرتك. تمام، دي مهنتي وخلاص. المشكلة ان انا اقنن وضعك واخلي الموضوع يبقى امن اكتر بالنسبه لك، واخلي ان لو حصل سخافه مثلا من زبون او حاجه ان انت تقدر تاخد حقك، ولا هتاخد حقك في الشارع وتتخانق معاه؟ احنا كل يوم بيورد علينا اشكال والوان، واليوم بيعدي والحمد لله الواحد اصلا قدام الراجل محترم في اخلاقه. خلي اللي فيه زبون وحش او حاسبني حساب مش كويس او في اي حاجه، انا بالنسبه لي ضروري كفكره بيحصل معاك كده ضروري. ممكن يحصل بعتبره مركبش من ضمن مثلا، ممكن الف ساعه ما الاقيش حد مثلا بعتبره مركبش خلاص. اصل انا راجل مش نازل عشان بقى واحد هيمسك فيا وده هيمسك فيا. الكلام ده مش كده بس، في غيرك ما بيعتبرش. طب في ناس كتير كانت بتسال على موضوع العداد، عشان العداد ده عامل قلق بس للناس كلها. العداد ده بيقول لك في زرار عادي وزرار مش عارف اسمه سياحه, سياحة. تمام. هو بالنسبه لحضرتك يعني انا اخش انا بقى اركب التاكسي، اسمعني بس، اركب التاكسي وفيشغل العداد السياحي تمام، وبعدين يقول لي هو كده اذا كان عاجبك اروح بقى انا اعمل ايه؟ على فكره السياحي مش شغال. مش شغال ازاي يعني؟ في العداد انا عندي عداد موجود ما فيهوش سياحي اصلا، يعني انا لو زبون سياحي في واحد غيرك عنده ماشي، في واحد مش غيرك موجود عنده اصلا، بس في لعبة في العداد. انت معترف ان في لعبة في العداد وان هو بيرمي كيلو امتار اطول شكل العداد. انا عندي العداد بتاع العربية موجود فيها هو. يا استاذ حسام انا بتكلمش على شخصك، ان حضرتك راجل محترم وبتحترم مهنتك ومش عايز دخلاء عليها ومشاكل. انا وفي ناس كتير دخلوا على المهنة بتاعتك هم اللي وصلونا اللي احنا فيه ده. ما هو انا بقول لك صح، بقول لك الناس التانية هي ظلمت الناس المحترمة، عايزهم يفضلوا موجودين ماشي. لا انا مش يعني معلش اللي مش كويس احنا مش عايزينه معانا بالظبط. الكويس مش عايزينه معاكم، انا عشان كده بقول لحضرتك نحاول ان احنا نفلتر الناس. الا لما تبقى سلوكياتنا كلنا كويسه ومفيش اي مشاكل نتمنى. بس الناس بتسال على موضوع العداد ده، انت بتقول ان العداد بتاع السياحه ده مش شغال في كل التاكسيات؟ لا مش في كل التاكسيات يعني. طيب يعني بس شغال في بعض التاكسيات ماشي، مش يعني في كل التاكسيات اكترها السياحه مش شغال اكترها السياحه. يعني انا حتى لو زبون سياحه راكب معايا بيتحاسب بالعمله المصريه، لان العداد اللي عندي ما فيهوش سياحه والله. اللي عندك انت بس لو واحد في العربيات البي واي دي بالكامل العداد اسمه الجوده استاذ محمد ده ما فيهوش اي سياحه بس فوق. الفيرنا برضه عربيات كتير جدا وفيها انا بتكلم انا معايا بي واي دي. في ناس بتلعب في العداد ان هو يرمي امتار اقل، يعني مثلا لو هو الطبيعي مثلا ان هو يرمي كل 30 قرش مثلا 100 متر، لا يخليها ترمي 60 متر 70 متر، فانت تلاقي العداد عمال يجري. فالزبون يوصل يعني مشوار بتاعه يعمل 20 عمل حاجه 40 ما دفعش تحصل خناقه بينه وبين السواق. فانا ليه النهارده انا على الابلكيشن مثلا والله هو بيحسب لك كل حاجه، بيحسب لك انتظار، بيحسب لك تاخير، بيحسب لك دقايق، بيحسب لك كيلوهات. ببقى عارف انا اللي انا لك. هو كل الحوار هو حضرتك فكره الابلكيشن بتاع كريم واوبر هي فكره ان الاعداد بتاع التاكسي ان البرنامج ده بيحسب كل حاجه وبيوديك لغايه الزبون، بتروح لغايه مكان الزبون. طب انا يعني برضو النقطه اللي اتكلمنا فيها دلوقتي فرضا ان الاستاذ حسام تمام. وغيره من المختصين بسواقه التاكسي الابيض ان هم هينضموا ليكوا وهيحصل تمام. بقى المشكله اللي انتوا قلتوا عليها دلوقتي حكايه ان هو يبقى رايح انا طلبت تاكسي ابيض تمام. على الابلكيشن بتاعه كريم تمام، هيتحاسب على ايه؟ لا ماشي ايوه اسمع اسمع السؤال انا حاسبك كاني مشاورك في الشارع تمام. بس انا مستنياك في مكان ما عايزك توصل. لا ما انت لقيت بقى حد في النص زبون تاني زبون تاني الاول وبعدين جيت لي. طب حياتك في الحاله دي انت هتعملي ايه مثلا؟ انت النهارده جيت هتصل بقى بالشركه ولا التاكسي ما جاش؟ قلت انا هجرب التاكسي، فانت لقيتي انا جربت التاكسي فهو ما جاليش، يبقى انا هرجع تاني لخدمه كريم. عشان كده احنا اشوفه ما جاش ليه يا استاذ محمد. عشان كده احنا حاطين الموضوع اختياري للعميل، يعني العميل النهارده لما بيطلب عربيه عشان التاكسي يجي له لازم يختار ان يجي له تاكسي، زي ما هو بيختار مثلا تجي له عربيه انجزني هات شباك مثلا محتاج حاجه حالا الان. في فئات عندنا
هو في حاله ان هو مثلا طلب عميل طلبه راح للعميل ما راحلوش لقى زبون تاني في الشارع مثلا رايح مشوار احسن في الحاله دي هو حر بقى خلاص براحته بقى بس ساعتها هو هيطلع بره المنظومه بتاعتنا لان في كل الاحوال احنا هيطلع بره يروح فين هيطلع بره هيطلع خلاص يعني انت اوريدي هيشتغل شغله هينزل له مثلا غرامه هو مثلا فرضنا انت النهارده سواق التاكس مطلوب منك مثلا والله احنا والله التزامات الشركه ان انت بتاخد الاوردر بتاعك طالما قبلته أوكي. على فكره اولا في كريم في ميزه حلوه انا ما بجبرش كابتن يقبل اوردر عايز تقبله اقبله مش عايز تقبله ما تقبلوش بس طالما قبلت وعملت اكسبت دي حاجه كويسه للمشوار لازم تروحه في حاله انك هتكنسل من عندك المشوار او ما تروحش انت بقى تحمل الغرامه اللي هتنزل عليك طب في حاله استاذ محمد بقى خلاص يبقى انت متعمد تمام في حاله انت بتبعت اوردر للسواق مثلا بعت لي انا تمام وانا بعته له فانا رفضته تمام هينط في عربيه ثانيه هيركب عربيه ثانيه بقى هو الاوردر انت رفضته هو هيروح في عربيه ثانيه اوتوماتيك في حاله تطبق على السواق الغرامه في ايه لو قبله قبله ما راحش لو قبله ما راحش دي لكن انا ما بقولكش انا مش طيب انا بس ثواني بس استاذ عبد المجيد المشاكل اللي كانت موجوده عندكم بقى في قصه ايه اللجان الكماين التراخيص الحاجات اللي الناس كتيره بتتكلم فيها دي لان انا يعني من الناس اللي مثلا في تاكسي اوبر مثلا ممكن يبقى فيه مشكله ان هو لا بيوقفه يقول له لا انت ما ينفعش تبقى تاكسي وما ينفعش يعني موضوع كده انتوا واصلين لايه في القصه احنا فتره التقنين لما كان خلاص معروف ان وزيره التضامن الاجتماعي الملف بتاعنا موجود وهيتحول لوزير الماليه كان بدات الدنيا في الداخليه تتغير معانا شويه يتعاملوا معانا افضل شويه يشوفوا ان الناس ديت خريجين جامعه بتحاول ان هي تكسب بالحلال لان هو نازل في الاخر يشتغل زي ما هيشتغل هياخد فلوس زي اي واحد فينا ما بينزل يشتغل زي اي حد بيشتغل فهي الفكره هو مش بيسرق ولا حرامي ولا اي حاجه فبيتعامل معايا كنا الاول طبعا اكيد كان بيتعامل معانا الداخليه معامله مختلفه فتره التقنين غيرت كتير من تعامل الداخليه بس احنا فتره التقنين دي شكلها ما كملتش للاخر فتره التقنين طولت شويه يعني طيب. التغيير الوزاري اللي حصل طول شويه فتره التقنين احنا مستنيين ملف من وزير الماليه يحاول يدي حق الدوله لان احنا اكيد بندور اكيد احنا كمان في استثماراتنا على حق الدوله فمستنيين طيب. التقنين منهم طيب احنا معانا وبترجى بس الداخليه بس ان هم يحاولوا يتعاملوا احسن شويه مع الناس يعني اوكي اوبر وكريم طيب معانا احمد من الجيزه صباح الخير صباح النور يا احمد فخدم انا احمد سواق تاكسي من الجيزه اهلا وسهلا اتفضل يا فندم حضرتك باشمهندس بتاع اوبر او بتاع كريم اللي عايز التاكسي يضم ليه اتفضل هم سامعينك يا فندم احنا ما طلبناش باشمهندس بتاع كريم اللي عايز التاكسي يضم ليه انا راجل طب ممكن نسمع الاستاذ احمد بس دقيقه واحده اتفضل يا استاذ احمد وعلي صوتك اتفضل يا فندم انا راجل دلوقتي بدفع ضرائب وتامينات هل شركه كريم بتدفع ضرائب وتامينات زي ايه بيدفع ضرائب وتامينات هنرد تمام بيدفعوا انت بتاخد 20% ليه من دخلي ماشي طيب. يا فندم سامعني اي يا فندم سامعاك انا كمل كلامك كمل كلامك انا راجل دلوقتي تاكسي بدفع ضرائب وتامينات للدوله تمام هو بيدفع للدوله طيب هو بيدفع ضرائب وتامينات لان هو شركه لا ما بيدفعش يا فندم لسه ما بيدفعش حاجه ما بيدفعش هو بيقول بيدفع ما بيدفعش وتقليه يا فندم احنا بندفع ضرائب ازاي في شركه هتخش تبع وزاره الاستثمار وما تدفعش ضرائب ياخد ليه 20% من دخلي هو ده السؤال بس طيب انا عندي سؤال ليك تاني يا استاذ احمد اتفضلي يا فندم دلوقتي يا فندم في يعني كلام بيتقال ان انتم مش موافقين على ان انتم تنضموا لمنظومه كريم ما يا فندم جاوبت لك باختصار قلت لك رفع ضرائب وتامينات يا فندم بعيد عن الضرائب والتامينات هل انتم موافقين ان انتم تبقى تحت لا يا فندم مش موافقين ليه؟ ياخد من رزقنا ليه 20% مش هاخد منك 20% طب ثواني يا فندم بس هو مش فاهم في نقطه بس وصلك غلط يا استاذ احمد دلوقتي ارتباطك او وجودك تحت موضوع مظله كريم هو مش هياخد منك حاجه مش واخد منك عموله يا فندم بعد اذنك انا راجل شغال بنمرتين في الشارع حصل معاك مشكله بالنمرتين تروح تجيب لي من اي اسم دور ياخد من ده الواقع وليه اعمل حاجه زي كده يا فندم هي تبقى شكوى بسيطه جدا ليه اوصل للاسم يعني اكل ايه حاول بس تكلمنا تاني انتوا انا هاخد بس امال معلش الناس كتيره معانا امال من القاهره امال نسمع امال لو سمحتوا امال معانا
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا امال. حضرتك الحمد لله. اتفضلي. انا بحيي حضرتك جدا جدا. يا رب يخليك. زميلتك اللي كانت موجوده امبارح بحييها جدا جدا. شكرا ليك يا فندم. اتفضلي. واوبر وكريم بحييهم جدا جدا جدا. شكرا. لان انا حصل معايا امبارح، انا نزلت من التجمع الخامس وبستعمل، كنت زمان بستعمل التاكسي الابيض، وانها دلوقتي من ساعه اوبر وكريم انا بستعمل اوبر وكريم. مش هقول لك واقول يعني، هم بصراحه يعني فوق الوصف. خلاص. هو انت كان ايه مشكلتك مع التاكسي الابيض؟ مشكلتي مع التاكسي الابيض كانت امبارح موجوده، وهي كانت قبل كده موجوده، وحصل امبارح غصب عني. إيه لان رايحه المستشفى القوات الجويه، ونزلت دخلت وكشفت خلاص، خرجت عشان اجيب تاكسي. خدت التاكسي وما تصدقيش حضرتك ولا اي حد يصدق، اي سواق تاكسي ابيض مهما يقول لك انا كويس، هم مش كويسين خالص. بص يا مدام امان، لا لا يا مدام امان بلاش نقول كله، بس بلاش لو سمحت. لا حرام. انا جربت امبارح، انا وقفت ساعه الا ربع، بنزل مدينه نصر بخرج من التجمع، بنزل مدينه نصر ساعات، وقفت ساعه الا ربع علشان التاكسي. كنت رايحه شارع السودان، الكتكات عند والدتي، وقفت ساعه الا ربع والتاكسي يعدي، بقول له على طول يجري، قبل ما اقول له الكلمه يجري. شفت حضرتك يعني ايه يجري؟ غير واحد يقول لي انت هتطلعي الدائري ولا تطلعي، قلت له انا هطلع اكتوبر، ده طريقي خلاص، تدفعي كام؟ خلاص؟ فكرة من العداد، العداد بيلعبوا فيه، وامبارح ركبت التاكسي ولعب فيه لما خدته من التجمع ونزلت المدينة نصر. انا باع بيعمل 18، انا عند مدرسة اخناتون، بيعمل 18 جنيه عند السفارات بنزل، خلاص؟ امبارح عمل 34 جنيه. كتير. استحالة استحالة استحالة. خلاص طلعت ال 25 ورميتهم له ونزلت. 64 جنيه منين لفين؟ من تجمع الخمسة عند مدرسة اخناتون لغاية السفارات، حي السفارات في مدينة نصر. أول مدينة نصر. بدفع 18. أول مدينة نصر. ما كملش 87 كان تاكسي محترم وعدده كان مظبوط، عمل 18. قلت له 20 ده مرة من المرات. امبارح عمل 34 جنيه. كان عند الوفاء واقفة الحتة دي الصغيرة دي يعني مدة دقيقتين، دقيقتين وفكت عند المنطقة الحرة. خلاص؟ وبيقول لي 34، قلت له انت عددك مش مظبوط. هو عدده فعلا مش مظبوط كلهم. هو يا استاذه اي حد يصدق التاكسي الابيض؟ لان انا مجرباهم كتير. طيب. لما اوبر وكريم انا صراحه انا بحييهم. طيب. انا بحييهم وبحيي حضرتك. شكرا يا مدام امال، بس انا برضو مش عايزه ان انا اعمم، كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش. انا عارفه ان في ناس كتير حكايه الناس اللي بتشتري تاكسي من غير ما يبقوا هم اللي هو سواق ولا حاجه، وما بيبقاش تحت مظله اي شركه، فيش حد بيحاسبه، فبيعمل التصرفات اللي بتشتكي منها مدام امال وغيرها. عارفه ليه المواطنين بيشتكوا من التاكسي الابيض؟ عشان نكون بس يعني ايه متفقين على حاجه واحده، لو 100 اوبر وكريم والتاكسي كان كويس ما كناش هننجح. كلمه دي انا قلتها قبل كده، لو 100 اوبر وكريم والتاكسي كويس ما كناش هننجح. بس على فكره التاكسي في دول ثانيه، هديك مثال، التاكسي مثلا في دول ثانيه زي الامارات مثلا ناجح جدا. ليه؟ تخش بتلاقي كل بنات السواق بيتعامل معاك، بيتعامل معاك زي اوبر وكريم بالظبط. هي الحكومه لو طبقت ده علينا هل احنا هنرفض؟ نعم. هي الحكومه اصلا طبقت عليك يا باشا، طبقت عليك عداسه، عملت لك عداسه. هقول لحضرتك على حاجه، انا طبعا مش بهاجم التاكسي الابيض، لان طبعا المهنه فيها الكويس وفيها الوحش، بس لما حتى فكره الحكومه فكرت ان هي تعمل نحاسه، فاكرينها كلنا قبل ما تنزل اوبر وكريم، كانت نحاسه بتتركب كده في الكرسي، بيبقى شايفها بيانات السواق، بيبقى شايفها راكب شايف فيها بيانات السواق ورقم العربيه. لا هي عليها رقم العربيه، عليها رقم العربيه موجوده معايا في العربيه. لا عليها رقم العربيه بس الاول كان عليها بيانات السواق. انت ملتزم احسن صح. تمام. اللي موجوده مش موجوده، راحت فين؟ موجوده على العربيه، مش موجوده. في ناس حطاها وفي ناس لا موجوده عندها، بس دي على رقم العربيه انت. مش بيانات. انت راجل محترم يا فندم. في ناس كتير زي اللي المدام امال كانت بتتصل من شويه دلوقتي، ما اشتكت اهي، وزي ما قالت في عداد عمل 18 جنيه، يبقى ده الراجل برضه اللي رجله معاه كل مره بقى على مزاجه هو والعداد. قلت لك ايه؟ قلت لك في ناس حلوه وفي ناس ما احنا مش عايزين نسيبها للحسابيه. ايوه. هل احنا هنخليها تجربه ان العميل النهارده راكب مع زميل مع سواق كويس وبكره راكب مع سواق وحش؟ طيب يا استاذ محمد معلش، احنا معانا محمد. الو الو. ايوه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ محمد، وطي التلفزيون وعلي صوتك بعد اذنك عشان نسمعك كويس. اتفضل. معاك استاذ محمد من ليبيا. اهلا بيك. اتفضل. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. انا عاوز اقول لك عن التاكسي، التاكسي الاوبر، انا جربت مرتين في اسكندريه. التاكسي الاوبر؟ ايوه جربت مرتين او ثلاثه في اسكندريه. مرتين في اسكندريه.
ما شاء الله تبارك الله. طيب عندك مشاكل مع التاكسي الابيض العادي؟ طب اسكندريه مفيش ابيض في اصفر. مش سامع. التاكسي الابيض. انتوا في اسكندريه أصفر. عندك مع التاكسي الاصفر. تاكسي سيء جدا. ماله؟ سيء جدا. سيء جدا. ليه؟ ايه مشكلته؟ عمري ما ركبت مع واحد طلع كويس، مش حلو الوحش، الوحش تملي طايح الوحش. جنسيته ايه الاستاذ محمد؟ طيب يا فندم، شكرا استاذ محمد. معانا ماجده من اسكندريه. الو. ايوه. ايوه يا ماجده، ازيك؟ ماجده نون جيم دال. اتفضلي. ماجده. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي. بص يا حبيبتي، انا كان ليا مشكله، مش مشكله يعني، كان ليا راي وكنت بجامل الجماعه بتوع اوبر وكريم. اخدت كميه تيمه وبهدله على النت من سواقين التاكسي الاصفر او التاكسي عموما، يعني مش الاصفر او ده. انت شكلك اصلا بشكل كده بتجري ورا الاوتوبيس. قلت له يعني انا واحده 70 سنه هجري ورا الاوتوبيس يا ابني؟ انا عندي عربيه. قال لي وعندك 70 سنه وبتشوف الارقام اللي على النت كمان؟ طب والله ده كويس. يعني انت حضرتك بتتكلمي في السلوكيات يا مدام نجده صح؟ لا حاجه تانية كمان، يعني انا بروح كامبس الزهر مثلا، اول ما بفتح الباب يقول لي هتدفعي كذا، بقفل الباب على طول وامشي. يعني اللي بيقومني من على الباب وباجر اكبر بقفل الباب وامشي. السلوكيات هي اللي خلت يهرب من التاكسي. ايوه حبيبي، هي دي اللي خلت التاكسي. تمام يا فندم، بشكر حضرتك جدا يا مدام نجده. معانا نهى من الجيزه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اولا انا بشكر شركه كريم واوبر، مع اني ما تعاملتش مع كريم. شركات نظيفه، منظومه محترمه، بتحافظ على العميل، بتحافظ على الدرايفر نفسه. الحقوق كلها متواجده جدا، في احترام ما بين كل من الطرفين. اتعاملت مع اخر سواق تاكسي ابيض، انا حلفت اني ما اتعاملش معاهم تاني ابدا كومبليتلي. ليه ايه اللي حصل يا نهى؟ جدا ايه اللي حصل؟ السواقه وحشه جدا. انا معايا عربيه ما بسوقش فيها غير في اكتوبر، خوفت من سواقين الميكروباصات والتكاسي وبلا بلا بلا، خصوصا معايا اطفال. انا نزلت رحت بيه الهرم، الاطفال اللي معايا رجعوا بسبب السواقه. بيخش في شوارع لها العجب اكنه يعني بيقول لك انا خلاص، يعني بليز ما تتعامليش معانا تاني. طب انت ليه ما قلتيلوش لو سمحت هدي السواقه بتاعتك شويه؟ انا حضرتك انا بعد ما نزلت قلت له من فضلك ما تركبش معاك اطفال تاني بجد. طبعا العمليه كانت صعبه جدا. من ساعتها نزلت ابلكيشن اوبر، ومن ساعتها ما استغنيتش عنهم. حتى لو المسافه انت بتطلعي على اول الشارع ما بيقولكيش لا 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 لا، ما بيرفض، ما بيعرفش اصلا هو رايح فين. انت بتعملي الريكوست، انت هياخدك من المكان الفلاني. الا اذا كان سفر بقى بتعملي طلب قبلها او كلام من ده، وده طبيعي جدا عشان العربيه تبقى جاهزه. هو انت راحه في اخر الدنيا، بعد ما بتركبيه بيبتدي يعرف هو رايح فين، ما بيتامرش عليكي، مش بيقاولك على رقم. بلس ان في ميزه كمان حلوه قوي، لو انت في وقت الظهر هو بينبهك ان السعر هيبقى اعلى. والعميل ما يقدرش يوصل الى مكان الاول السعر مضروب يعني، يعرف الاول بيبقى زحمه. طيب معامله ماديا، احترام، سواء ما بيتكلمش معاكي نيفر الا اذا كنت انت بتساليه على حاجه وبيرد في حدود في منتهى الادب. انا ما بعممش سواقين الابيض، بس للاسف السيئه تعم، الظاهره بقت واضحه جدا. حتى لو حضرتك سايقه بنفسك عربيتك، سواقين الابيض بقوا يعني اكن فيهم عدوانيه غريبه جدا، يعني بقت الظاهره عدوانيه. بيضايقوكي وانت سايقه عربيتك كمان يعني؟ ايوه ازاي؟ يعني حتى انت سواقين الابيض نفسه، احنا كنا بنشتكي من سواقين الميكروباصات وسواقين النقل العام بلا بلا بلا، لكن دلوقتي لا، ظاهره سواقين الابيض كمان بقت صعب. حطي عليها كمان، سوري تضييع الوقت، بس حطي عليها كمان ان ليه ما نلاقيش منظومه حلوه احنا ناخد منها الحلو بتاعها؟ ده اللي احنا بنقوله. ليه يعني انت موافقه على ان التاكسي الابيض ينضم لكريم؟ ايوه، ده محافظ عليه هو شخصيا. حتى لو هياخد نص رزقه، وانا ما اعتقدش ان دي صحيحه، بدليل ان هو مش هياخد منه حاجه يعني. ايفن حتى لو هيحصل، ليه انا ما حافظش على عربيتي وسمعتي وجاي لي رزق؟ انا ممكن افضل الف طول الشارع بتاكسي الابيض
وما اخدش حاجه. الشركه دي محترمه شغلت 3 ارباع شباب مصر. تمام. بدل قعدته على قهوه عقبال ما يجي له حد فلوس. لا انا شايفاها منظومه اقتصاديه استثماريه بتشغل ناس فيها فلوس فيها عدم ضياع وقت. انا شايفاها محترمه جدا. والدرايفرز كان السواقين اللي بيتعاملوا مع اوبر وكريم انا شايفه في مستوى اخلاقي مرتفع. في نظام. بالعكس انا بتمنى 3 ارباع انظمه الدوله تبقى اوبر وكريم. شكرا يا نهى. معانا سهى من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك ازاي الموجودين؟ اتفضلي. انا حضرتك موافقه على انضمام التاكسي بس يبقى في حدود ان انتوا تتاكدوا ان التاكسي الابيض السواقين ان هم يعني هيتعاملوا معامله كويسه ومحترمه. لان انا يعني جربت التاكسي الابيض عانيت معاناه بشعه يعني بجد بشعه. واخرها لسه من اسبوع انا ساكنه في مصر الجديده وبنتي بضطر اسفه ان انا اوديها مشوار في عين شمس بتاخد درس هناك عند المدرسه بتاعتها يعني. فكنت الاول عشان عارفه ان عين شمس صعبه شويه في الـ بالنسبه للاوبر او كده يعني عشان العربيات بتاعتهم فما كنتش باخدهم يعني بستخدمهم في كل حاجه الحقيقه ربنا يبارك لهم او كريم. بس عين شمس ما كنتش. اخر حاجه من حوالي اسبوعين بتعامل مع التاكسي الابيض بروح الجمعه الصبح بدري الساعه 9 ركبت معاه وبعدين وداني. الطريق كان سهل جدا هو قافل العداد تماما. بعد ما رجعت قلت له طب حضرتك في الطريق ممكن تيجي تاخدني عشان انا هضطر اروح اوديها يعني اجيبها تاني من الدرس يعني. هو وداني لغايه المشوار ورجعني البيت تاني. اوكي. وبعدين هيجي ياخدني ويوديني اجيب البنت ويرجع تاني. انا ما عنديش مشكله ادفع كام فاهماني. امال هو كان ايه المشكله بقى؟ بعد ما رجعني البيت فبقول له طب حضرتك عايز كام لان هو زي ما بقول لك قافل العداد. بقول له حضرتك عايز كام؟ قال لي لا بعدين لما اجي اخد حضرتك يبقى نعمل التوتال. قلت له لا انا بحب ان انا اخلص اول باول على اساس ان انا مش ضامنه ظروفي او ظروفك. فاخد حقك من دلوقتي. مفيش مرضاش. فقلت له طيب عملته بالاسلوب اللي هو التاكسيات اللي انا كنت بتعامل معاها قبل كده نفس المشوار بياخد مني 20 جنيه رايح جاي فديته ال 20 جنيه. وغير ان هو حضرتك طول الطريق عمال يبص بيعاكس انا بقيت قلقانه وانا رايحه معايا بنتي صغيره. رجعت بعد كده وانا نازله احتياطيا خدت معايا ابن اخويا عشان يبقى معايا في التاكسي. اتضايق قال لي على فكره انا ما يجازيش معايا ال 20 جنيه دي. قلت له طب انا سالت حضرتك اكتر من مره عايز كام وانت اللي ما رضيتش. لا انا بقول لك يعني انا اسيب مشوار ب 100 جنيه عشان اروح مشوار ب 20 جنيه. قلت له وانا ضغطت عليك ان انت تقبل. انت بتتكلم كده ليه؟ احنا في اوبر او كريم على فكره بنقبل اي مشوار يعني حتى لو راح عين شمس حضرتك. لا هي بتتكلم على تاكسي. لا انا بتكلم هي بتقول لك انا مثلا ما بروحش عين شمس. لا انا عارفه. لا حضرتك لو راح عين شمس لو راح اي حتى لو حواري في مصر. ايوه انا عارفه حضرتك يعني اطلبي وهتلاقي. هي بس لا هي بتشرح لي بس التجربه. كملي يا سهى اتفضلي. طيب سهى بشكرك. معانا عايده. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا عايده. ايوه انا برضو نفس التكوسه البيضاء وبركب من المهندسين اللي باب النور وبعدين مش مشغلين ولا تاكسي مشغل العداد ويقول لي ايه لا العداد دي شكوى عامه مصر كلها بتتكلم. شكرا يا عايده. حاولي تكلمينا تاني معلش انا دلوقتي العداد دي يا استاذ حسام شكوى عامه. واضح ان انت الوحيد اللي بتشغل العداد اليومين دول. مصر كلها بتشتكي من العداد. في ناس شغاله بالعداد وفي ناس شغاله مش بالعداد. في ناس شغاله من غير سؤال بقى بتعملوا لهم ايه وهم بيتكلموا لك في يعني في الكلام اللي هم بيتكلموا المواطن دلوقتي حضرتك بيقولوا لك كان في سواق واخد يعني ما انت عارف اللي في سواق بيشغل عداد وعداده مظبوط وفي سواق عداده مش مظبوط. ما هو في الحلو وفي الوحش. تمام. وللاسف بقى يعني طيب. هو انت الوحش دلوقتي هو بعد ما عليك. فهمت القصه ان انتوا لما تدخلوا تحت مظله كريم او منظومه كريم ما حدش هياخد منكم حاجه. من حقك ان انت حد يشاور لك في الشارع عادي ما فيش مشكله. بس هو الموضوع ان انتوا هتبقوا تحت مظله شركه
لا قدر الله حصل من العميل حاجه، من الزبون حاجه، او منك حاجه، نلاقي حد نشتكي له، انت تشتكي او العميل اللي بيضايقك يشتكي. وانا طبعا كنت للاسف فاهم غلط. ركوا عبيه حسين محمد بوادي. خلاص اطلع من هنا. انا طب لا ثواني معلش معلش عشان لا الاتفاق ده ما ينفعش يحصل كده. اه نبدا بحسين. اه تمام حسام موافق. هو كان الاول مش موافق عشان كان فاهم غلط. في حاجات يعني قلنا مثلا هياخد نسبه. لا زائد ان قال لك انت لو عايز تشتغل يعني في البرنامج وتشتغل براحتك ده ما فيش مشكله. انا يعني ايه مش هاخد العربيه ليا ولا هاخد مفتاحها منك. لا مش هياخد حاجه. هو مش هياخد حاجه منك. هو تعهد بده دلوقتي. ايوه هو مش ده بيدعم منك حاجه. انا عاملك مسانده ليك انت، انا بساندك انت مش اكتر من كده. دي ما فيهاش مشكله. ما فيهاش مشكله خلاص يعني. وارجو ان الساده برضو السائقين التاكسي الساده المحترمين اللي هم اصلا دي مهنتهم مش دخلاء عليها يستوعبوا الامر بهذه الطريقه. ويا ريت نتكلم مع بعض. انا ما اعرفش انتوا وصلتوا المعلومه ازاي برضو. بس هي المعلومه محمد وصلها خطا غلط. طب انا بوضح لك اهو المعلومه اللي وصلت. هو تاكسي كان بيتكلم دلوقتي بوضحها. احنا مش هناخد منكم عموله. وانت عايز تشتغل في مشاورك العاديه انت بتشتغل زي ما انت عايز. مفيش مشكله يعني. طيب استاذ عبد المجيد تعليق اخير لو سمحت. ايه الجديد اللي هتقدموه من خلال شركه اوبر؟ انا بس عايز زي ما حضرتك اتكلمتي على موضوع الداخليه، عايزين الداخليه بس تتفاهم شويه او اكتر شويه ان الناس اللي شغاله في شركه اوبر او شركه كريم هي ناس مؤهلات عليا، احيانا بيبقى دكتور ومهندس ونازل عشان يحاول يحسن دخله بعد ارتفاع المعيشه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. طبعا. فهي مش ما هيش مهنه غلط علشان احنا بنحاول نجري على التقنين، نفسنا ندي حق الدوله لان حق الدوله ده واجب على كل الناس رفضين. يعني مش رافضين طبعا حق الدوله. وزي ما شركه كريم خلاص هتبدا تاخد التاكسي الابيض في منظومتها، احنا بالنسبه لنا احنا الجديد بالنسبه لنا اللي احنا بنفكر فيه احنا عندنا ناس كتير بتبدا تفكر ان هي نفسها تشتغل في اوبر بس ما عندهاش قيمه العربيه لان قيمه العربيه بقت قيمه غاليه في الظروف اللي احنا فيها. ما يقدرش. فشركه اوبر هتبدا الفتره الجايه ان هي تحاول توفر العربيه عشان تنزل عليها البارتنر اللي هو هيشتغل معانا. احنا دايما بنسميه بارتنر علشان هو شريك معانا في شركه اوبر. اكيد. وهنستنى ان شاء الله ان احنا نبدا ننزل اسطول كبير من عربياتنا عشان نبدا نضم عدد كباتن اكتر او عدد بارتنر اكتر ان شاء الله. تمام. يعني. تعليق اخير يا استاذ حسام، يعني قول لي كده مطالبكم في النهايه ايه؟ لا انا مطالبنا مفيش اي مشكله. وبالنسبه لل استاذ محمد على كلامه ده مفيش اي مشكله، احنا كنا بس فاهمين كان في لبس بس في الموضوع. طب كويس ان احنا الحمد لله صلحنا سوء التفاهم. استاذ محمد مفيش اي مشكله. بس عايزين بس نقول كلمه اخيره. احنا بنقول صنايعي التاكس احنا مدخلينكم عندنا مسانده ليكم، مش عايزين منكم عموله. احنا مش هنجبرك تشتغل معانا. انت عايز تشتغل دخلت جربت اسبوع ما عجبكش الشغلانه امشي، انت حر. حد احنا مش هيمك عقد. انا مش هقول لك انت مجبر تخش عندي في الشركه. الجديد في كريم ان احنا عملنا موضوع التاكس وبرضه عاملين شراكه مع غبور ان احنا برضه هنعمل زي موضوع اوبر ان احنا برضه هنوفر عربيات لبعض عشان الشباب اللي عايزين يشتغلوا. اصل حضرتك انت النهارده بتتكلمي مثلا في سواء الشركتين دول بتتكلمي فوق ال 100,000 ناس شغاله. وناس شغاله بارت تايم وناس شغلتها اوبر وكريم بس. لان فعلا ظروف الدوله ما فيهاش امكانيه شغل. وبتشوفي شباب زي الفل يعني، بتشوفي ناس الله اكبر عليها يعني، اللي دكتور واللي محاسب واللي مهندس. ايوه يا فندم بس ده ما بيقللش منه. انا بقى عايزه ابطل ثقافه ان ده حقيقة انا هقول حاجه انا صغيره. انا عايز اقول احترام ومهنه محترمه ما ينفعش اقلل منه. انا قبل ما اكون وكيل لكريم انا كابتن في كريم يعني. انا قبل ما اكون وكيل لكريم انا نزلت كابتن الاول في كريم، ودي حاجه انا بفتخر بيها لان انا أيوة مش حاجه عيب يعني. انا بس عايزه ابطل ثقافه ان ده دكتور وده مهندس وده سقي عيب بقى خلاص ان احنا نتكلم في الكلام ده. في ناس بتتعامل بمنطلق ان حتى في سؤال تاكسي يقولها لي يقول لي هو داخل ياخد رزق ايه، داخل يخش ما هو عنده شغل تاني. يقول لي هو حد عايز يحسن دخله، هو بيرفع من دخله عشان دخله قليل. احنا ما بناخدش رزق حد وبنقولها انتوا حابين تنضموا لينا احنا نتشرف بيكم على دماغنا تخشوا معانا ونوفر لكم كل السبل ان انتوا تشتغلوا. طيب احنا في النهايه بس كنا حابين ان احنا نوضح سوء التفاهم اللي حاصل. وفي النهايه ما يهمناش اي حاجه غير مصلحه الساده المواطنين. انا بعتذر لكل الناس اللي حاولت تكلمنا النهارده ما قدرتش توصل لنا لان وقتنا للاسف انتهى. وبتوجه للشكر والتحيه لضيوفي الاعزاء استاذ عبد المجيد محمد وكيل شركه اوبر، شكرا. بشكر استاذ عبد حسام عبد اللطيف ممثل عن سائقي تاكسي الابيض، شكرا ليك. وبشكر استاذ محمد مصطفى وكيل شركه كريم، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا، شكرا لكل الناس اللي تابعتنا النهارده.
النهارده وكلمتنا واللي بعتت لنا على الاس ام اس وعلى فيسبوك. معلش ما لحقناش نقرا كل حاجه عشان ضيق الوقت. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا من برنامجكم صباح دريم. بكره 6 اكتوبر كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير يا رب وسعاده. هنكون معاكم في يوم مفتوح على مدار اليوم على قناه دريم من 9 صباحا. اشوفكم بكره ان شاء الله 9 صباحا وتغطيه خاصه لاحتفالات 6 من اكتوبر، فكونوا على موعد. سلام.